بتجري من مين؟ انت اللي بتجري من مين؟ انا عارف انا بجري من مين. انا عارف موقعات الاوس والخزر اللي انا وقعت فيها دي. انت هتحكي لي ازاي حياتك؟ احنا ما عندناش وقت. هنروح فين؟ يلا من هنا. هنط من هنا. لا انت بتهزر. لا انت من هنا. يا نهار اسود. استنى شويه. استنى شويه. يا ربي. يا رب. ايدك. ايدك. يلا بسرعه. يا نهار اسود. يا امسكي نفسك. امسكي نفسك. ما راح نترك المستشفى غير لما اجيب ابن النواوي. اه يا مين ده شيبوب ده رجع تاني. استنى خدني معاك. تاني امشي امشي. انت بتجري من مين؟ الله هيقتلوك لو فضلت ثانيه تانيه كمان هنا. يلا بسرعه. انت بتجري من شيبوب ده برضو؟ يلا امشي بقى. دي كفره قريش اللي بيطردونا دول. مش هتحرك ولا خطوة زيادة الا لما افهم ايه اللي بيحصل بالظبط ومين اللي بيجروا وراك دول وانت مين اصلا. اخ يا دماغي. في ايه مالك؟ مش عارف حاسه بدوخه. بدوخه جامده قوي. طب خلي راسك على فوق. خلي راسك على فوق. تحبي اوديكي مستشفى؟ لا 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 مستشفى ده ايه. لا انا ممكن اوصف لك عنوان توصلني ليه وده اخر طلب. اوعدك انا عارفه ان انت تعبتك معايا بس ده اخر طلب. انا شفت السحن دي فين قبل كده. وانت يا حضرت ايه اللي موقفك هنا؟ لا ايه اللي موقفك هنا؟ واقف يعني الهيئة بس دايخة شوية ف يعني واقف. طب بعد اذنك الرخص. ماشي يا دكتور. يا ريت تفضل من هنا عشان الحته دي مقطوعه. شفتها فين انا قبل كده دي؟ نعم. ها؟ لا الناس الغريبه دي. قلت لي انت مين؟ انت قصدي عايز تروحي فين؟ انا حذرتكم كذا مره مفيش حد فيكم اتحرك. محدش لومني على اللي حصل. تبقي اجيت اتجننتي رسمي. انت عارفه اللي انت عملتيه دوت ممكن يعمل لي ايه؟ يهد تاريخي كله. تاريخي ايه وجغرافيه ايه؟ هيهد مستقبلك اللي جاي. مفيش تاريخ بيتهد بمجرد ما تقال الحقيقه، انما المستقبل بقى فيه كلام تاني يا سياده الرئيس. انت بتخرفي تقولي ايه؟ انا بقيت اخرف مجنونه، ناقص ايه تاني؟ عادي يعني. ناقص انك تتربي وتتعلمي الاصول وتعرفي قيمه اللي باباكي بيعمله ليكي ولينا وللبلد كلها. ما بلاش يا مامي كلام الانترفيوهات ده، احنا هنا في البيت مش على المنصه. هي حصلت قله الادب كمان؟ من فضلك يا ميار الكلام اللي انت بتقوليه ده له معاني انا مش قادر استوعبها. انت عايزه توصلي لايه؟ انا اسفه يا بابي مش قصدي، بس مامي هي اللي من الاول. مامي بتعاتبك على غلطه انت عاملاها. انا ما عملتش حاجه غلط، انا قلت اللي حصل. والنبي مش مكسوفه من نفسك؟ رايحه تعترفي ان في واحد كان بايت عندك في الاوضه من ورانا يا بكحه؟ انا ما كنتش متصور انك هتحرجي نفسك وتحرجينا كلنا وتحطينا في الموقف ده. انت بتعملي كده ليه؟ وليه مصره تكسريني؟ علشان ما بقتش مصدقاك. هنا من فضلك لو سمحت. هنا؟ ايوه بس هنا من فضلك لو سمحت. دي حسيت انك هتفعل بندير يعني. حسيت انك واخده تاكسي يعني من هم ابيض واسود حتى ما تعرفش تكاسل بيها. لحظه واحده. زي ما انت زي ما انت زي ما انت. اتفضلي. اتفضلي على السلامة. ميرسي جدا. تحت امرك. بجد مش عارفة اشكرك ازاي على اللي عملته معايا الليلة. تشكريني بانك تقولي لي اسمك ورقم تليفونك وهشوفك امتى تاني. اسمي لامار.
وانا اسمي الدكتور عمر النواوي، دكتور نساء. عمر النواوي. عمر النواوي؟ اه. هو انت؟ ايه ده وانا مشهور قوي كده؟ انا مش واخد بالي. دلوقتي بس عرفت انت كنت بتجري من مين. اه قابلت الاوس والخزرج اللي اعلنوا عليا الحرب ده، ده لسه يا دوب بقول اسمي لقيت وجت ورقه ابن شيبوب ده جري ورايا. طب انت ايه اللي كان موديك عندهم؟ انا مش فاهم. انا مش رايح لهم اصلا، انا رايح اطمن على واحده حتى ما اعرفش اسمها ايه، كل اللي اعرفه نمره اوضتها. ولما انت ما تعرفش اسمها اصلا ايه رحت عندها تعمل ايه؟ انا رايح ابرر ذمتي، كنت رايح افهمها ان الحادثه اللي حصلت لها بعربيتي انا ماليش دخل بيها، لا سايق العربيه ولا كانت معايا اصلا العربيه. لقيت نفسي ما كنتش متوقع طبعا انه هيحصل كده. تحكي على ايه؟ لا مفيش، بكره هتعرف. طب ايه ايه في ايه؟ ايه انت اللي انا قصدي يعني ايه؟ صلي على النبي، انا ما قصدتش حاجه يعني. ما قلناش هنتقابل تاني ازاي مثلا؟ انا شايفه بقى ان مش من مصلحتك خالص ان احنا نتقابل تاني. طب ليه؟ ما قلنا مش من مصلحتك خالص، وبكره هتعرف. تصبح على خير يا دكتور. ولا فاهم حاجة في أي حاجة. ادفح بالسم الهاري حارو نار في جبتتك. أهو. إيه يا بنتي يا هنادي؟ لو أنت هتسممي لنا اللقمة اللي أنت مسلكاها أهي. ما أنت ما بيتمرش فيك، عمال أسرق لك إشي فراخ وإشي بامية وإشي رز وإشي كيكة، وأنت البعيد ما بتحسش. لا وبايونير. بايونير اسمها مايونيز يا جاهل. بص جوه بقى شوية وخليك معايا كده. أبص جوه؟ ده يا بنتي اللي بيوصلك جوه محتاج نضارة معظمة. مالكيش مالك يا بنت، صبه خرساني معتقه. خليك ملقح كده زي لوح العجين لحد ما اتجلد. ايه ده؟ ايه دي؟ استني بقى اما تشوف مين ده. الله الله الله. ايه دي؟ مالك صحاب يا لهوي، ده متشرفط على الاخر. الحي يا ساتي يا ست زينة. يا خرابي هاتوا، في ناس حطوه في العربيه واديله فلوس وقالوا لي على العنوان ده. يا نهار اسود. تعالى صحاب تعالى، على مهلك يا اخويا. ايه بسم الله الرحمن الرحيم، اسندي معايا يا بنتي يا هنادي. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اسمع امسك نفسك امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب القله، حاسب القله. ربنا ستر. حاسب ايه اللي عمل في وشك كده يا عمي؟ عمي ايه ده؟ جبتوه منين؟ كان لوحده مع الناس اللي سابوه. طيب اتفضل انت اتفضل. لا لا ما تودونيش الخرابه. خرابه؟ خرابه فين؟ الله محفظنا يا فيها خرابه. امشي يا بي امشي. تعال بقول لك ايه يا عمي. عمر 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 فين؟ الخرابه. خرابه هاتوا ورايا هاتوا ورايا. حاضر يا سيدي يلا يلا اصحى. ايه الخرابه؟ يا رايح يا ابن هوده انت مكر ولا ايه؟ كسر ايدك. تعالى يا بنت هنا يا بنت. عايزه ايه يا ولادي؟ انت جايه بنت في ايه يا بنت؟ بقول لك يا بنت، ايه القلاجه اللي انت فيها دي؟ شكلك كده جاي استغفر الله العظيم. بقول لكم ايه؟ استعيذ الكتب الشيطان ولف وحطه مكان ما جيتوا، واللي عشمانه في حاجه تيجي لي حبيبتي وانا اخد لها دقنها شمال ويمين. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني انت دايما كده واجع قلبي عليك من ساعه ما التليفونات دي اتعملت، يا اما الرقم غير متاح يا اما التليفون بيضرب ومحدش بيرد. رحت فين يا عمر بس؟ دايما كده شغلني عليك وجع قلبي. ايه ده بيت؟ مالك فيكي ايه؟ في ايه يا بيت؟ مالك؟ مفيش حاجه يا ستي، تحت امرك. تحت امري ايه؟ انت بتعيطي؟ ده انا عليا وجعاني بس. عليك وجعك يا بيت؟ يا بيت ده انا اللي مربياك يا بيت، فيكي ايه؟ عودة رزق احكي لي ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا ستي، مخنوقه شويه بس. مخنوقه ايه؟ ده انا اللي هتخنق من اهلك. وليه يا بت؟ حد من اهلك من البلد جه وزعلك ولا حاجه؟ وانا بشوف وشهم غير عشان ياخدوا الماهيه. امال مالك بت؟ انت يا بت ان ابتديت اتخانق. مفيش حاجه يا ست، صعبان عليا نفسي. صعبان عليكي نفسك يعني ايه؟ نفسي انا بقى زي كل البنات. زي كل البنات يعني ايه؟ زيهم يعني. نيلك يا بنت، يا بنت عايزه تتجوز يا بنت. منين يا حسن؟ ماما اخواتي كل شهر يجي ياخدوا القرشين، ولما اقول لهم هاتوا حاجه يقولوا لي انتي عايشه بلقمتك. انت يا بنت عبيطه ولا ايه؟ يا بنت المرتب اللي انا بديه لهم ده هو ده مرتبك بجد؟ ده انا بديهم بس يا دوب عشان يسدوا بقهم، لكن انت عارفه
جهازك وبيتك وكله ده عندي. انا مش قايله لك كده من وانت صغيره، ده انت عندي يا بنت من وانت عندك 5 سنين. ولما يجي المهفوف على دماغه ويتشك في عقله علشان يطلبك ويتنايل يتجوزك، والنبي ده انا مش بصي هجيب لك جهاز احلى من البت سما كمان. انت احلى من سما واغلى من سما واجمل من سما، ده انت زي سما واكتر يا بنت. يا بنت ده انا اللي مربياكي. انا عارفتش منك ابدا يا ست زينة. تاني طينة دي؟ اه طينة دي اللي هتخليها ترطب دلوقتي حالا، ايه رأيك بقى؟ طب خلاص والنبي ما تزعلي، خلاص ربنا يديك يا اختي على قد يدك كده ويخليكي ليا. انتي اكيد بتهزري، وخبطتوا في بعض ازاي؟ اه ده اللي حصل، لقيته في وشي بيجري زي، لقيت معاه عربية وقلت الحمد لله فرصة. طبعا كان لازم يجري، وبعدين انتي مش فاهمة بقى ابن عمك عمل فيه ايه، اداله حتة دين علقة، أخد بعضه ورهوان جري. كان معاه واحد غريب كده بس قفشوه. وعملوا فيه ايه؟ وانا ايش عرفني؟ انا المهم عندي ان هما مسكوا في بعض، وجريت عليكي بسرعه عشان الحقك اشوفك فيه ايه. لقيته بيقول له ان هو كان جاي يبرق نفسه. تصدقي شكله فعلا ملوش دعوه بحكايه الحادثه دي. وتصدقي برضو انه شكله لطيف قوي. بصراحه انا كنت فاكره اكبر من كده بكتير. اكبر ولا اصغر؟ احنا هنتجوزه او راح لحاله. انا دلوقتي بقى في المصيبه اللي انا فيها، مش عارفه هخلص منها ازاي. يا بنتي هو انتي مش قلتيلي ان باباكي؟ يا نهار اسود، لحسن يكون قريبك عارف ان انتي هنا. يا بنتي قومي افتحي الباب. بقولك افرضي قريبك. ما تخافيش يا سلمى، قومي افتحي الباب. انتي متاكده؟ ايوه متاكده. قول. حاضر هفتح الباب. الشيخ عرفان، ازاي حضرتك؟ لا تأخذيني يا سلمى يا بنتي اني جيت في وقت متأخر. خالص يا عمي، حضرتك تشرف في اي وقت. لا تخافي، لمار هي اللي قالت لي انها عندك. لمار؟ وانت تفتكري ممكن تعدي ليله من غير ما الحاج عرفان يعرف بنته فين؟ ما بقاش تربيت ايده. اتفضلي بابا. اتفضل. وحشتني قوي. لكن انا عاتب عليك، كيف تسيب المستشفى بالطريقه هذه؟ قلبي كان هيتخلع يا لمار لحد ما كلمتيني في التليفون. لساكي تعبانة يا بنتي؟ ما تقلقش عليها يا عم، هي بقت زي الفل، وانا كلمت الدكتور الصبح وقال لي ان هي بقت كويسة جدا. انت عارف يا بابا ان لا يمكن اكسر لك كلمة ولا يمكن اخرج عن طوعك، وانا لما اتأكدت ان الجوازة دي مش جاية على هواك زي عملت اللي انا عملته. ربنا يخليك ليا يا بنتي. ويخليك ليا يا بابا. ارجوك يا بابا، متعب ده لازم يفهم ان احنا ولاد عمه، بس ما ينفعش بعد ما بدأت أنجح أرجع أتلغم تاني. ولد عمك هيتجنن، مش عايز يعديها بسلام. طول ما أنت في ظهري أنا مطمنة يا بابا. ربنا يجيب العواقب سليمة. خبر القبض عليا في الفرح اتشهر في كل حتة. أنا مش عارف مين اللي بينخرب ورايا وعايز يأذيني. دي ضريبة النجاح يا دكتور، وهي اللي عملها بالسهل، وكل ما تنجح اكتر كل ما الاعداء يزيدوا. انا مش عارف حبر المرضى بتوعي بعد كده بقاني وش. وش ايه المصيبة بقى لو نشروا حكاية البت اللي قالت انك كنت بايت عندها؟ تبقى مصيبة. انت معايا ولا مع الاعداء؟ عليا بنورك. انا عملت لك الفطار بايديا يا دكتور، يلا حطي للدكتور ودغوري في 60 داهيه. يلا انك انت عنك انت. ايه ده؟ للدكتور للدكتور، اوعى ما تمشي. مش لما نعرف الحكايه الاول. خلاص خلاص انا اسفه اسفه. من غير كل. ومين ليه نفس بس يا تينا؟ ايه كفى الله الشر، في ايه مالك؟ قولي مين اللي زعلك على الصبح عشان اخنقه؟ انا قلت له بلاش تكبر الموضوع. ايه يعني لما يتنشر في النت ان اتمسك يوم فرح وعادي؟ ايه اتنشر على النت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. معلش يا حبيبي شايف الناس. ناس اعوذ بالله اعوذ بالله، ناس شر جواهم سواد كارهين انك تكبر وتنجح. الله العظيم، بس معلش ربنا ان شاء الله يرد كده. والله انا قلت كده برضه، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده يا عم؟ ده يا عم حافظ ده انت الظاهر عليك امبارح عملت لك تربنه. انت لو كنت شفت شكله كان جاي شكله موت من
ما بتنجحك، ما انت ما جبتيش. كل واحد فيهم كف ايده طلع لها توأم يهفني الألم. عارف زي من دول الساعه. بركه يا عم حافظ اللي جت فيك انت، وربنا نجاك انت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما انا رحت مصدره هو في الاول وياخد هو يقابلهم هم الاول، وانا رحت واخدها جري جري. بس وانا بجري بقى خبطت في حته واحده. اهلا. امشي يا بنت غوري اقطع لك ودنك. واحده اهلا. مش اللي في بالك يا تينا، مش اللي في بالك. انا وانا بجري لقيت واحده بتجري هي كمان قدامي، فضلت اجري وهي بتجري، ولما وصلت العربيه ببص لقيتها قاعده جنبي وفضلت تلح عليا ان اطلع بيها. ولما وقفت شفت واحده تانية، انما انا متاكد اني شفتها قبل كده. اه انتوا معايا؟ اه معاك حتى بالاماره. واحده تانية. ايوه مش بقول لك اهلا. مش اللي في بالك خالص يا تينا، دي واحده تانية خالص، انما كانت بتجري من بوليس وعربيه بوكس، انما خدوها برضو. انتوا معايا؟ لا يا عمر، لا يا اخويا يا حبيبي، انت تعبان. خش نام، خش نام لك شويه. يلا فيها يا تينا، هم محدش مصدقني ليه في اي حاجه بقولها. لا مصدقينك مصدقينك، بس طب اسمع، انت مركز معايا؟ مركز معاكي. طيب الست اللي كانت بتجري الاولانيه اسمها ايه؟ الاولانيه كانت بتجري في معايا في المستشفى. ايوه اه قالت اسم غريب كده. ها مش فاكر. ايوه الاولانيه اسمها مش فاكر. التانيه بقى اسمها ايه؟ التانيه اللي كانت بتجري من البوكس. اه دي بصراحه مش فاكر. طب يبقى اتحلت، الاولانيه مش فاكر والتانيه مش فاكر، يبقى الاتنين اخوات. ربما. اقول لك ايه، انت تخش تاخد دش سخن، ها تلات ايام تنام تصحى تلاقي نفسك فرش. دش ايه وتلات ايام ايه؟ انت فاكرني بخرف؟ ربما. تبنى الى الله. الاستاذ زينهم جنح المحامي، خليه يتفضل يا ابني. قلت لي بقى حكايه اسم باليزا ده ايه؟ اسم دلع يا باشا. هو اشمعنى يعني احمد بيقولوا له يا حماده، ولا حسن بيقولوا له يا سونس، ولا نبيل بيقولوا له يا بلبل؟ جت عليا انا. زينهم جنح المحامي حاضر مع المتهمه الست باليزا هانم، واود اولا اني اطلع على ايه؟ على المحضر يا استاذ، معانا كارت قبل كده. المحضر القضائي. دخلت كارت قبل كده. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. انت شايفه ان لبس زي ده في حته مقطوعه زي دي غلط عليك قوي يا غزال؟ والله اللي حلت يا باشا، والفقر مش عيب. يعني انا مش شايف ان في امر ضبط واحضار، او حتى حاله تلبس، او حتى فعل فاضع في الـ ايه، في الطريق العام يا استاذ. في الطريق العام تبقى فين بقى سيادتك الـ 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 القضيه؟ من الواضح ان انت قوي في القانون يا استاذ، وسريع في قراءه المحضر. لما انت شايفه ان انت سليمه كده جريتي من الدوريه ليه؟ وانا شرفني انها دوريه يا باشا، انا افتكرتها عربيه مسروقه فيها عيال شمامين بيعطوا على جت، ولا مؤاخذه يعني، وهم بيقولوا في التلفزيون ان عربيات الحكومه بتتسرق. يرضيك يا كنت ذبيحه يا باشا. قلبي واكلني قوي على البيت، تاخر قوي ان شاء الله. خير خير. اه بص ايه يا جماعه، في ايه؟ طمني، ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك ده الاستاذ زينهم جنح والاجر على الله، خدت اربع ايام بس. عادي عادي، خدت اربع ايام وده عادي. طب يا دكتوره محتاج اسالك سؤال، ندخل في مرحله الخطر امتى؟ ما تاخد اعدام. ما انت كنت بتعمل معاه ايه جوه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ بص ده البوس يا من ادم البوس. لا مؤاخذه يا اسطى ما يعرفش. لا 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 لا، صلوا على النبي، احنا في النهايه انا هخلصها لكم، هخلصها لكم. ده شكله هو اللي هيخلص عليها بقى. قلب عندك يا اختي، ما تلاقيش، انا في ظهرك هطلعك منها، انا هطلعك منها. هي ما دقت على راس طبول يا خلوص، يعني هي اول مره؟ انا باريزه قلت لك رجلي على رجلك في الشغل، خلعت المره اللي فاتت العيال عكشتك، والمره دي الحكومه عكشتك، وافتح لنا والسوق بيشغي. ما احنا لو لينا ظهر زي الراجل بتاع الحادثه بسلامته كان زماننا بره. ناس ليها غطا وناس عايشاها مرمطه. اه باريزه اختي، احنا هنقعد نقول شعر واحنا في النيابه ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تلفيني بوسه دخان. دخان برضه ماشي، كنفي دي يا اخي. اوعى يا اخي ماشي ناشف كده يا حصول.
لو قولي لي انت قصدك مين بسلامته اللي انت قلت عليه ده؟ الراجل بتاع الحادثه بتاع الليله اياها. قصدك الدكتور؟ الدكتور. وده شفتيه فين؟ شايفاه بعينيا الاتنين دول وهو عمال يعط في مكنه الدريه. مكنه الدريه يا ابن اللعيبه. يلا يا اخت ماشي وكيعه. يلا يا اخت بالراحه يا اخويا. بالراحه لا بصو ما تلاقيش يا باريزه. مش هسيبك مش هسيبك. تعالى هنا. انت رايح فين؟ ايه بس بقول لك ايه يا معلم؟ انت اسمك ايه؟ انت نسيت اسمك خلص بيه زينهم جناح المحامي اخويا. ما منعش الروم اروح امك. بقول لك يلا انا شاكك ان انت محامي. ايه اقبلي بالكارنيه. ايه كارنيه؟ اتغسل في البنطلون من يومين. وايه اللي خليك تغسل البنطلون؟ بص بقى بمناسبه الغسيل 4 ايام وباريزه تبقى معايا في البيت، غير كده انا هغسل امك. ديل ديل اصلا وانطر اروح امك. بنت خدت 4 ايام يا فلانك. هسرح بمين انا بس؟ كان لازم بجد اشكرك على وقفتك معايا. مهما حصل مهما حصل يا عفه انا عمري ما كنت هجيب سيرتك. ما انا عارفه عشان كده جيت ولحقتك زي العاده. لك شيء يتمر؟ لا هيتمر. مش عايزه تقولي بقى جبتيني منين؟ ايه يا عمر؟ في ايه يا عمر؟ ما تفكك من ام الحوار ده وخليك معايا هنا. انا عفه برضه يا حبيبتي. انا في ورطه. انا بجد في ورطه ومحتاج اعرف يعني الفرح كان يوم ايه؟ هو ده يوم يتنسي؟ ده يوم الخميس الاخير يا قلبي. حلو قوي. انا صحيت عندك كان يوم السبت. الجمعه بقى اللي بتوينهم ده راح فين؟ اكيد عارفه عنه حاجه او فاكره حاجه او حاسه حاجه او لمحه. لا يا حبيبي انت مش عارفني؟ لا والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. انا اللي ولدتك؟ اهلا وسهلا. اهلا افتكرتك يا بس انت كنت بشنب ساعتها. فاكر طنط عفا كانت بره على المستشفى؟ عفا بصوت بقى لسه في الجنان برضه زي ما هي. باي باي يا حبيبي. يبقى ناخد صوره سيلفي مع بعض. افتكري بقى يا عفا. معرفش انا كل اللي اعرفه قلته لك يا عمر. انا جالي تليفون من رقم حضرتك قمت رديت لقيت واحده بتقولي ان انت مرمي في حته في الشارع. خدت بعدي على ملا وشي ورحت جبتك. بس ده كل اللي حصل. حلو قوي الكلام ده. الواحده دي بقى ركزي معايا. الواحده دي ما شفتيش ما قلتليش حاجه. مثلا يا دكتور مثلا لا. مثلا ولا شفتها ولا اعرفها. وما تضيعليش ام وقتي في الحوار الفاكسان ده يا حبيبي. خليك معايا بقى. احنا ايه؟ ايه يا عمر؟ ايه بقى ايه؟ ايه؟ عفة بص يا عفه قول يا حبيبي عشان نبقى برضه واضحين مع بعضينا. استنيه انا اتغيرت خالص مبقاش ينفع ارجع زي زمان. يعني تقدري تقولي كده تبت الى الله. بص يا حبيبي بصيت انا مش تحت امر حضرتك. تدخل حياتي وقت ما تحب وتخرج منها وقت ما تحب. عمر انا بحبك. عارف ايه بحبك ولا لا؟ وانا تبت الى الله. ابو عمر تشكرني. لا يا حبيبتي والله مش واخد بالي. انت اللي ولدتني. ولدتك برضو؟ ايوه افتكرت. سبحان الله ده ما كانش عرا. اهلا ازيك عامله ايه؟ كانت محجبه ساعتها بس مش عارفه طنط ايه اللي ولدتني. طبعا مش هيقدر يقرب لي لما بابا يقول له الكلام ده. ما ينفعش يكسر كلامه اصلا. بس ممكن يعمل لي حاجه كده من بعيد لبعيد. ايه جو اللبش ده؟ وبعدين صحيح هو مش عارف مكان المحل ولا ايه؟ ده اللي قلقني والله. ممكن يجي لي هناك بقى ويعمل لي مصيبة وتبقى فضيحة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ده الدكتور بتاع الحادثة؟ اهو. ولو فاتحينه على الحادثة، ايه اللي كاتبينه ده؟ لا وايه؟ كل اللي عنده معجبات ستات بس. بيدافعوا عنه بطريقة مش طبيعية. تلاقيهم زباينه بتوع المستشفى ولا العيادة. ده شكله مساوي الهوايل قوي. اسكتي مش حابة يعملها معايا. بس انا ايه بقى؟ اديت له وش كده. ليه يا بنتي؟ ما تبطلي بقى فقر وفكيها شويه. سلمى الراجل اللي بيحب كتير بيكذب كتير وانا ما بكرهش في حياتي قد الكدابين. وانت ايه اللي مخليكي متاكده قوي ان هو دنجوان عصره اوان؟ مش يمكن يطلع مظلوم؟ مظلوم؟ المظلوم قال من اللي سمعته في المستشفى من ممرضات في المستشفى وممرضات كانوا شغالين معاه وستات عيانين كانوا عنده زباين. ده ما صدقوا سمعوك اسم وراحوا قايلين كلام كتير عني. ما انت عارفه بقى الناس ما بتصدق تلاقي حكايه تتكلم فيها. ما كانش ناقصني بقى غير ان انا اشوفه. وديني شفته ليله المستشفى. والله قلت مع ادم حد صدقني.
يا بنتي مفيش اضمن من الراجل اللي لافف وداير قبل الجواز، على الاقل اسمه شبعان. سلمى بصي بقى، الحب عند اللي زي عمر ده شبه الحياه، قطره ماشي وفي محطات كتيره قوي بيقف فيها كل شويه، انما عند اللي زي انا شبه الموت، ما بيجيش الا مره واحده بس. عشان كده لا يمكن نتقابل. حقيقي يا دكتور انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت بتعمله معايا، انت زي ما تكون بتبنيني. انت شخص صعب الواحد يخسره يا صفا. عمر انا مش عايزاك تتاثر باللي انكتب ده، كله فرقعات ملهاش اي قيمه. متاثرش ازاي بس، احنا شغلتنا حساسه قوي وسمعه، اللي الناس تحبه ما يتخافش عليه. مين اللي نزل الخبر ده؟ وازاي نزله بالسرعه دي؟ مفيش اكتر من المؤذيين. انا دكتور عمر النووي، الوصول لمكتب الاستعدادات الامان. يلا نشوف شغلنا. دكتور غازي، ايه؟ عمر حصل له حاجه؟ لا خالص، ليه بتقولي كده؟ لا انا بقول كده عشان انت مش متعود تيجي هنا. لان مفيش سبب يخليني اجي هنا، ده كوافير حريمي يعني وانا مش متجوز او مرتبط عشان اجي مع واحده بتعمل شعرها. صح. لا بس انا مش قصدي يعني. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج الام القولون بشكل هايل، بس ف قلت اجيبه لك. ميرسي، بس انا ما كنتش عايزه اتعبك معايا. مفيش تعب خالص ولا حاجه. طب ما كنت اديته لعمر اخويا؟ طب ما يمكن انا عايز اطمن عليك. صح، يعني انا اسفه نسيت اقول لك تشرب ايه، اصلا اتلخبطت يعني كده واتخضيت على عمر وكده يعني. هي تشرب ايه؟ لا ولا اي حاجه، انا مش عايز اعطلك اكتر من كده. شوفك على خير بقى. طب الدواء؟ شكرا. قرفانه وزهقانه ومش طايقه نفسي، عايزه اعمل اي حاجه جديده، اي حاجه مختلفه. سما يا حبيبتي انت بقيتي غريبه قوي، انا ساعات بحس انك عجوزه وعندك ولا 100 سنه. وانت لما تقعدي مع ناس وتعيشي معاهم في بيت واحد وتلاقي كل واحد فيه ملهي عنك اصلا، مش مركز معاكي بس الا في اخطائك، هتفهم انا بقيت كده ازاي. والناس اللي بتيجي تاخدك بالعربيه؟ لا دول تفالي. كلهم معديني الخمسين على فكرة. ما انا عارفة. هقول لك بقى. قولي. أصل الراجل لما بيوصل للسن ده بيبقى ضعيف، وضعف ده بيقلب بحنية ودلع، بيبقى طعمها لذيذ قوي، وبيني وبينك مفيش منهم خوف. ايه ده؟ ايه؟ دوري! تسالي برضه؟ تسالي انت وتشرديني! ايه رأيك في المفاجأة دي؟ ايه ده العربية الجديدة؟ قلت انت لازم تكوني أول واحدة تركبيها. أنا؟ اشمعنى بقى؟ علشان وحشتيني. وانت قوي 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 قوي. طب يا نهى، انا همشي انا بقى. نسيت اعرفكم، نهى صاحبتي، موري اخويا. اهلا يا نهى، ما تيجي نوصلك معانا؟ يا ريت، بس بابا مستنيني. طب يلا حبيبتي روحي لبابا طريقك اكتر. يا ماما يلا يلا يا ماما. باي. يلا حبيبتي. باي. ايه ايه حبيب هورتي. ايه الصغيره عليك دي يا دك؟ دي حتى مش مزه ومش ستايلك.
بص بص على الطريق ده بقول له خلاص والله العظيم ده تبنا الى الله يخرب بيت عيلتك انت هتقول لي انا بقول لك عليا النعمه عليا النعمه انت لو وقفت هنا خمس دقايق كمان لا تلم منهم شكاير قد كده في العربيه يا بنتي خلاص مش عايزين مش انا ايه رايك في العربيه الجديده جميله قوي جميله جميله انت اتهبلتي كده ايه يا صح حلوه قوي بس انت وحشتيني وانت قوي وحشتيني قوي لو واحده من زمايلك شاوروا لنا ولا حاجه انزلي في الدواسه وانا هتصرف انت تاني الليرد اللي معانا ده مش مطمني على البيت ان شاء الله اهو قوم يا بص ها بريزه طمنيني يا اختي هنروح تمام وشك مش مريحني في ايه بس اديني البس اربع ايام يا خلوص اربع ايام ايه هو فيها حكم ولا ايه ما ترد يا قرد ولا انت فالح بس تتنطلي عيب عيب يا استخلصي بيه بس هو قلت لي ياما شديد حبتين ولا انت الحمار حبتين طب ما جاب لك رقبته شقتين بلاش انت تلوث ايدك يا فلان شكرا بص عارف لو ما كنتش جبت البتاع ده من الاول كان زماننا خرجنا من اول مره هعمل ايه بس يا باريز هو اللي بيشبط فيا كل مره يقول لي خدني معاك واديني فرصتي هتفرج يا اختي هتفرج خدي جبت لك لقمتين كده ترمي بيهم عقات الاكل والفاتوره الفاتوره يا اختي كمان عشان كل واحده بتحقق زودت لي الطحينه قوي قوي يا اختي انا عايزك تطمني يا ست بريزه هنا وانت كمان يا استاذ حسني تطمن والاخ فلان كيقلق يعني انت هتطمن وحياه ابوك تشيل اللي بتاعك من قدامي لحسن وديني انفض جتتي وابلع هدومه ببلاوي الحاجز الفراقه اللي عماله تشمس جتتي خلاص خلاص يا بريزه فلان قوم انا بص انطوني الواد ده بكاش بنضارته واخد غرزتين دي تعالى خلاص يا بريزه ما تركزي نفسك بقى خلاص في ايه فينش فينش تعالى لي دغري يا اخويا والله العظيم الواد ده فيري جود وسمعته زي الفل تعالى لي دغري يا اخويا وقول لي انه بناكله بريزه ازعل والله ازعل انا استرخص فيكي ما تشوفي الاكل والفطوره حتى ما حطيتش التبس والله استلقط لي محامي عدل وبجد وبحق وحقيقي يا خلوصي لحسن يا حبيبي احبس فيها انا حب وانت ترجع لي النفخ العادل نشكر يا عم صباح الخير الحمد لله بالسلامه يا قط الله يسلمك ازيك يا فاضل الحمد لله على سلامتك يا فاضل الله يسلمك ميرسي فاضل كمل معايا زمان سمعت تمام اكسكيوز مي بقولك يا سلمى هو الشغل في النازله نايم ليه يا ستي اديها ماشيه بالزق هنعمل ايه ما شايفه الحل عامل ازاي طب بصي انا جبت معايا شويه حاجات تحفه لسه مخلصه الشغل فيهم امبارح شوف كده حلوين قوي بس دول هنضطر نسافر شرم الشيخ نعرضهم هناك ربنا سهل بقى باي باي اخدوا حاجه يا فاضل زي ما انت عارفه اتفرجوا ومشوا ماشي هوا اكون جايب لحضرتك النسكافيه بتاعك ايه ده بنفسك يا فضل وانا عندي اغلى منك هتلعب له يا فندم حلو حلو يا فضل ده بس ما بيريحنيش خالص وبعدين مسهو كده ومنحنح قوي يا بنتي خلينا في اكل عشنا روحي شوفي شغلك روحي يا شيخه هاتي اديني اوعي هاتي لا فنانه يا لمار فنانه خير يا دكتور خير ان شاء الله تشغليش بالك خالص دي حاجه طبيعيه جدا خصوصا في المرحله اللي انت فيها دي هو جوز حضرتك فين تعيش انت يا دكتور بقى لله بقاله كتير 3 ايام يا دكتور 3 ايام ومن ساعتها وانا مش عارفه مالي جسمي مش طبيعي حاسه كده بحاجات غير طبيعيه ده غير اللي انا قلت عليه لحضرتك جوه في اوضه الكشف ومش هقدر اعيده تاني اصلا انا بتكسف قوي يا دكتور ان شاء الله حضرتك هتمشي العلاج ده باذن الله وان شاء الله خير ان شاء الله انا متبشره بيك خير يا دكتور وحاسه كده ان علاجي هيبقى على ايديك خصوصا بعد صديقاتي ما شكروا لي فيك وفرحت برفانك ميرسي يا فندم كتر خيري الشافي هو الله يا فندم احنا يا دوبك اسباب الله
الله يا دكتور، كلامك زي البلسم ينزل على الجرح يطيب. انت ما تتصورش الكلام بتاعك ده، انت ما تتصورش كلامك ده عمل فيا ايه. عمل ايه؟ هون علي عذابي اللي عايشة فيه من بعد وفاة المرحوم. عذابي يا حاجة؟ دول يا دوبك 3 ايام، اعتبريهم يعني ظرف شهري. ها وبيقولوا لي فاتحة. لك يا دكتور، الله 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 الله، ما تعدي عليا يوم الخميس ونقرا الفاتحه سوا. تبنا الى الله. حنان يلا حرك. يلا انجز. هتعرف تقفله ولا لا؟ تريش بسرعه. بقول لك يا فاضل، بكره بقى من بدري هنا. من النجمه هتلاقيني راشق هنا. عيني يا عيني على الناس اللي كنا بنتحايل عليها عشان تفتح لنا من بدري. هو انت؟ انا شفتي بقى النادرة اوصل لك؟ وعرفت الطريق ازاي؟ ايه ده؟ التليفون بيضرب. طب ردي بسرعه، يمكن حد من اهله تقول له ايه اللي حصل. لا لا لا، ما اقدرش يا سلمى. هاتي 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 رد. الو، ايوه صدق الله العظيم، بتقول ايه؟ بتكلموا على الموبايل. ردت عليا واحده وقالت لي ان هو اتضرب عليه نار في المستشفى. نار؟ عمر لا حول ولا قوه الا بالله. عمر اخويا قالت لك مين دي واني المستشفى؟ ما اعرفش، انا خدت عنوان المستشفى. يلا لا لا اله الا الله. هتروحي كده؟ اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيا يا عمر. لا لا، روح مستشفى، ما فيش وقت. هتروحي كده؟ انا هروح فين؟ ما ينفعش تروحي كده. مالك مالك؟ مش قادره اقف على حالي. طب اقعدي. رجلي اقعدي. انا جايب لي الحاجه دي. اي حاجه انا هاجي راجل. خبريني يا بنتي ايش صار؟ انا كنت هموت من الخوف يا بابا، كويس انك جيت. الحمد لله انك بخير يا بنتي. الحمد لله يا عم، احنا كتب لنا عمر جديد النهارده. كيف صار هذا؟ وين؟ جنب المحل بتاعي، واحد ضرب علينا الرصاص وبعدين جري والرصاصه جت في الدكتور عمر. ويطلع مين الدكتور عمر ده؟ الراجل اللي اتخبطت في عربيته. اللي جالك المستشفى؟ ايوه هو يا عم. في حد شاف اللي ضربه؟ كانوا 2 راكبين موتوسيكل ومغطين وشهم. يبقى مفيش غيره يا عم الشيخ عرفان. هو اللي سواها، يبقى دمه حلال. تقصد مين يا عم الشيخ؟ معقوله يا بابا؟ الله يخيب ظني. ابو صباح في الميدان بينادي على الجعان، يمكن الباشا يحن على الغلبان. فين بقى الدكر الكسبان؟ 5 جنيه على الدكر. اركني يا اختي جنب الخسران، واللي ليه شوفه حاجه يرمي بياضه لاجل ما ينول مراده ويلاقي يا اختي الدكر قدامه. سيجاره فرنجي على الدكر. مش مكتوبه لك يا روحي، روح دوري على اولاده. لا بعد، انت حراميه يا بنت. الله الله الله، ما بلاش اللي انت معانا بتعيطوا في الاخ. ترى يا بنت انت معاش مال عينك ولا ايه؟ عماله تسرقي وتعشطي فينا من الصبح وساكتلك في ايه؟ ايه روح امك، ده احنا نحط الغله في الخزنه لاجل ما نفضل الواغش. طب والنعمه لاكل مصارينك؟ كانك ترمي سواء ما يروح امك. طب تعالي بقى يا حبيبي. يا بنت انت وهي بس بقى، بس دي الحكايه اللي احنا فيه. هناكل بعضينا ولا ايه؟ وحياتك بس عشان خاطرك هفوتها لها المره دي. عايزه تقنعيني انك بتحب عمر قوي كده؟ مش عارف، مش فارقه، عادي يعني. والله انت هتجننيني معاكي. مرة تيجي تحكي لي انك عايشة احلى قصة حب مع واحد خبيتيه علينا كلنا، وفجأة اكتئاب وسهر وشرب وحاجات غريبة عليك، وفجأة يظهر عمر، وفجأة يختفي عمر. انا مش فاهمة حاجة. متحيريش نفسك يا رب، مش توصلي حاجة. انا نفسي مش فاهمة روحي. ساعات بحس نفسي عاملة زي حبة البيوت المتعشقة جوا مساكن شعبية، لا داخلها نور ولا طالعها ميه. شم ريحه سر جواك، اموت واعرف. هي يا ورا، انا مش فاهمه انت عايزه تفوقيني ليه. انا مصدقه شيخ، مصدقه يعني اسلاك لمسك اللمبه نورت والدماغ ساحر. بقول لك ايه، يلا نمشي عشان انت ركبتي عليا. انا زهقت.
احنا كمان زهقت. يلا. ايه ده يا عفا؟ مش ده باباكي؟ سيادة الرئيس بنفسه؟ استنى اشوف عايز ايه. سيادة الرئيس منور. هاي عفا، اركبي شوية عايز اتكلم معاكي. لا يا بابي انا مش فايقة دلوقتي. معلش دول كلمتين وبس، من فضلك عشان خاطري. حاضر. يا لطيف سما سما صحيح اللي قالته هنا دي عمر اتضرب بالنار. جميلة هو فين؟ عمر فين دلوقتي؟ العمليات عمو دايم. يا رب يجيب العرب السليم يا رب. جميلة ايوه اذكر انا حبيبتي يا رب واحدة فينا ربنا يا رب. اهدى يا حاج ربنا يطمنك عليه. انا مش هطمن الا اشوفه، مش هقدر لما اطمن على عمر. الا مش انت ال مبقاش يجيلي نوم من ساعتها، ودماغي قفلت عند الكلمة اللي انتي قلتيها، ونفسي اتصدت عن كل حاجة، وعلى لساني مفيش غير كلمة واحدة بس. ليه انتي ما بقيتيش تصدقيني؟ بقولك يا بابي، اعتبره كلام ألف ساعة غضب وخلاص. دي مش كلمة، ده احساسك بيا ورأيك فيا، وانا اللي انا بستغرب له احنا وصلنا لكده ازاي. طب وانت ليه بقى عايزني نفتح في حوارات ممكن تنتهي نهاية مش لطيفة، وخصوصا بقى ان احنا في الشارع؟ مش انت اللي طلبت ان احنا نكون في الشارع؟ حضرتك ما سألتش ليه انا طلبت نكون في الشارع؟ ما يمكن عشان تفوقي. بابي انا لو عايزه افوق ما كنت ذاكرت من الاول. انا اخترت الشارع علشان مش عايزه بيبان مقفول عليا ولا حيطان تكتفني، عايزه احس ان انا حره بجد. حيرتيني يا بنت الناس، انت ايه اللي بعدك عني بالشكل ده؟ عشان حضرتك بتعمل كل حاجه عكس اللي انت ربيتني عليها. طول عمري شايفاك صياد واقف بسنارته مستني رزقه، لا همه بقى لطشة برد ولا لسعه شمس. امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ صياد بس واقف من غير صنار، حواليه سمك كتير قوي ميت من سم الديناميت اللي انت رميته. للدرجه دي انا اتغيرت وبقيت بشعه؟ بقيت شبه ناس كتير قوي كانوا قاعدين في صندره مهجوره، واول ما شافوا النور اتسرعوا اتلموا حواليه. فتوا واللي يلحق. انا تعبت سنين، اتبهدلت كتير، واتظلمت اكتر، وترميت في السجون، ومع ذلك عمري ما نخيت ولا تنازلت عن المبادئ بتاعتي. انت دلوقتي جاي تحاسبيني على ايه؟ انا اترشحت عشان استاهل. انا مش بلوم حضرتك ان انت بتسعى لحلم عايز تحققه، بالعكس ربنا يوفقك. بس انا حزينه قوي ان هو اتحول لمراهنات وكلام نصه كذب عشان خاطر بس تلم اصوات. كذب؟ يعني انا كذاب؟ سوري يا بابي، بس انا شفتك قاعد مع ناس طول عمرك ضدهم، كل ده علشان خاطر ايه؟ تضمن أصواتهم في الانتخابات؟ شفت بقى السبق وصلك لفين؟ كله بيجري وكله بيسابق، وأي حد بيلاقي أي حاجة بيروح ينتشها من حالك أيام سودة ترمينا فيها غصب. يا بنت انت صعبانة عليا، انت لسه عود أخضر بدري قوي على قطفه، بس مش روحك في الطل كده، هتتبالي وتنشافي وتتهرسي تحت الرجلين. اسأليني أنا، الدنيا دي يا أختي ياما خدت مني رقاب لحد ما نحلت وبر. اسمعي مني، شوفي لك شغلانه كلي منها عيش بدل المرمطه دي. يا اختي لا في عيش ولا في شغلانه، هو كله ماشي بالغصب. ايه مالكيش اهل؟ اب عم خال اي حد يلمك بدل بعطاره الشوارع دي. وصدقيني يا اختي اخرتها جلد على عضم وريحانتنا للممت الشوارع مع الشيشه في جتتك. الاهل سطره برضه. انا زرع شيطان يا اختي،
بذرة اترمت في أرض بور، لا عرف لي أب ولا شفت لي أم. كل اللي افتكره إن أنا كنت في ملجأ، والعيال قالوا لي نطي من على السور. دي حتى الولية اللي كانت بتأكلنا كانت بتزقني وبتقول لي المركب اللي تودي. المهم إني نطيت، لقيت خلوصي في خلقتي، مسكت في ديله واستخبت وراه. وخلوصي بقى ده يا بت هو اللي مسرحك ومودكك عالكار؟ وده يا اختي ما انا عارفه، هو ولا الهدنه ولا النومه والله ما انا عارفه، هو كله محصل بعضه. احنا زي الشوارع اترمينا فيها يا عم ايوب، لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي، يعني ولا هي تنفع ليها ستره ولا انفع ليها غطا. رايح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرادوها. ده انا ياما عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقوح ويعفر على الفاضي. فلانك فضوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكرتش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انتوا هتنصبوا لي محكمه وتطروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جواز وراضيه، وادينا بنفك نفسينا ببعضينا وبنسترزق من شمامين الليل. بقول لكم ايه، انا سايبكم ماشي. تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بياكد ان هو غويها. عمر عمر ما تتخديش، مفيش حاجه. ايه؟ مفيش اي حاجه، هو لسه ما فاقش. الدكتور بيقول انه لسه قدامه شويه على بال ما يفوق. ما تقعدوا في الاستراحه احسن من القعده دي. استراحتي بس استراحتي، احنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على اخويا. ما الدكتور طمني وقال ان الخطر زال الحمد لله. ولو يا اختي انا مش هرتاح لما اطمن عليه ويصحى ويتكلم. يا عمر الله، هو عمو حافظ راح فين؟ الراجل الطويل اللي كان معاكوا؟ اه هو، ما تعرفيش راح فين؟ اه هو في الاستراحه من امبارح ومبطلش عياط وحالته وحشه قوي. انا هروح له يا دينا. يا حبيبي عمر رد عليا، رد عليا. اهدي اهدي يا ربي يا ربي، حضرة قصدي يا ربي العافيك. صحبتي الحمد لله، ده بقى كويس الحمد لله. ايه رايك تهدي وتغسلي وشك تريحي اعصابك شويه؟ اغسل وشي ايه بس؟ اغسل وشي احنا في المصيبه السوداء دي. قولي لي الظابط ما قالش مين اللي عمل فيه كده؟ لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجاز وسخ، ربنا يتشك بانهم يقطع ايديهم. يا رب مش عارفه ايه اللي بيحصل. وانت مين؟ انا لامار، اسمي لامار، والحادثه حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده انا هنا. وانت الحادثه حصلت قدام محلك انت واسمك لامار وشكلك عامل كده؟ لا هروح اغسل وشي عشان افهم ايه اللي حصل. قمر دي المصيبة الصغرى، دي المصيبة الصغرى. كأنك بتبكي على حالك يا أخ حافظ. يا رجال اترك النواح للحرير، شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في الأحل يفك بيها عن روحه عشان خلفان. أهدن عمر بالنسبة لي مش ابن أخويا بس، آخر نفس الضحكة اللي طلعت بيها من بوق الدنيا هو اللي مهون عليا. هو اللي مصبر دي على اللي راح مني. طمن يا عم ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انتي اخت مع عروسه؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان؟ الشيخ عرفان مين؟
انا يا بنتي والد اختك لمار. انا اختي اسمها اكتفينا. جاي الغباء ده لمار. لمار اختك. هي اللي جوه دي اسمها لمار. يا جماعه خير طمنوني، انا اول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على اخويا وصديق عمري الدكتور عمر. ازيك يا انسه سما؟ كويسه كويسه. ده خش اطمن بنفسك. اتفضل 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 اتفضل. يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا، ما احنا طبعا هنروح نزوره ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاجه اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا. اتفضل. ما تتكلم. صفوة يعني لو هتبداها بيعني ولو، يبقى اكيد هتقول حاجه تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لأ. في ايه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفو، احنا كنا متفقين اني اجي اقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه انت غيرت رأيك؟ لا، وانا اقدر اغير رأيي، انما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف ايه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني اي حاجة، انا مش حامل المفاجآت. تتكلم. في ايه؟ واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه اهو احسن بيه وضعي. مش فاهم ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت، حطيت تحويشه العمر. وبعدين راحت، خسرت، مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى انا وانت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش انا وانت نبقى بعيد عن المستشفى. بس انا برضو كان لازم اجي اطمن عليك، يعني انت عارف غلاوتك بالنسبه لي. لا، ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي. اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسيري اعرفه. ما انت عارفني، خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وجعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض الدكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعال يا دكتور، تعال اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي طيب حاجه. طيب اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل تطمن. اطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكم عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. ما بدري يا الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب ودي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله. عم حافظ شوفي سما فين بسرعه. لا اطمن. سما ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عامله كده. كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا، ده صنف نمرود هيتمرع اكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمه ولا حساب اصلا. سيبه، خلي حسابه يتقل عشان الرد يبقى نهائي. ماشي يا عمر ماشي. بقول لك ايه، سما اخته اهي. شايفها؟ شايف. استنى انت، انا ما اتحركش مكانك. حاضر. ازيك يا انسه سما؟ يرضيكي كده يعني داخل اسال على الدكتور عمر واعمل الواجب يوم اخواتك تقريبا يطردوني؟ يعني انت عايز اخويا يقفشك قاعد معايا في كافيه ويطبطب عليك، ولا عايزني انا بقى بعد كل اللي حصل ده اول ما اشوفك اخدك بالحضن؟ عيب يا دكتور، انت كبير. مش كبير بقى، عايز اشوفك. لو عندك جديد ابقى كلمني، ولو انا فاضيه هبقى ارد عليك. باي. باي. هترد عليك في ايه؟ ايه يا مرتضى؟ انت هتسلط علينا كمان ولا ايه؟ اتفضل قدامي. انا ما جبتش سيرته لما الضابط سالني علشان الدم اللي دمي.
وهو ده كل اللي اقدر عليه. انا مقدر يا بنت اللي قلتيه، ترى لو ثبت لي ان وراها مش هرحم. اختفائه اكبر دليل ان هو اللي مدبرها يا بابا. طول عمره مثل زرع الشعر ده، لا متربي في طينا ولا مسجي من ميتنا. كنت فاكر ان ربنا هداه. الهدايه دي حاجه تخصه بينه وبين ربنا، انما اللي عمله لازم يتحاسب عليه. مش تبي تقولي يا بنتي. عايزه اقول لك يا بابا ان انا اتنزلت عن حقي في الحكايه اللي تخصني، انما بقى اللي ما يخصنيش ما اقدرش اتنازل عنه. على ايش ناوي يا لمار؟ ناوي اخلص ضميري واعمل اللي انت ربيتني عليه. ابن عمك؟ ايوه ابن عمي. فاكر يوم ما قابلتني في المستشفى كنت بجري، كان جايب المأذون والشهود، عشان كده هربت، ومن ساعتها حالف يقتلني. يقتلك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الدنيا سايبة؟ هو لسه في الكلام ده اصلا؟ هو ده اللي حصل بقى. اصل احنا لينا عواد وتقاليد هي غريبة عنك شوية، مسكين في الحلو فيها والباقي بنحاول نغيره. وعايزين نبلغ عنه؟ انا عملت اللي المفروض اعمله. انت عملت اكتر بكتير، نقلت ايدي المستشفى وبلغت اهلي. ايه مالك؟ بتتخضي عليا كمان وقاعدة معايا وبتقولي لي كمان مين اللي عمل كده؟ اصل المقصود هو انا، بس انت اللي جيت في الرجلين بقى. صباح الخير. صباح النور. انت مش تقول لي انت زميل كنا قلنا معاك بالواجب؟ والله الواجب عملتوه زيادة يا دكتور. لا تقرير كويس، انت الحمد لله كويس جدا. الحمد لله. يعني ينفع ناخد منه كلمتين يا دكتور؟ اه اتفضل يا فندم. اتفضل تحت امرك. طيب انا اذنكم. رايحة فين؟ عشان تبقوا براحتكم. لا لا خليكي. ينفع يا فندم تكون موجودة وحضرتك بتسأل؟ لا مفيش مانع مفيش مانع. قولي يا دكتور، حضرتك بتتهم حد معين بإطلاق النار عليك بشكل متعمد؟ بتتهم حد يا دكتور؟ لا. أنت متأكد؟ متأكد. ألف مبروك يا باريس أختي، طلعت على خير أهو، والقرد اللي كنت شايفاه رخيص ومستهلية بيه هو اللي طلعك. ده سبب وانا قعدت كل ده ونبتت ليه انت وهو؟ ده بقى اسبوعين راكبين على بعض. الله الله الله، ما تعتبريها فتره نقاهه يا باريزه. وبعدين القرد ده مش انت اللي خرجك بالكلمتين اللي انت عليهم، ولا خرجت بالسحر والشعوذه؟ بقول لك ايه يا خلاص، خف عليا حبه، خف عليا حبه يا حبيبي، عشان انا لسه بعبد وجتتي مرمى من نومه البرش. انا ما اقبلش ان تقولي على نفسك كده، شويه ميه وصافو وترجعي زي الفل، لحمه ابيض متوسط. صافو؟ اه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الدنيا بقت على البلاطه وعلى الاخر، محتاجه تزهزه كده. يلا يا عبلي بقول لك مرمه. شوف الموضوع ايه، دنيا دواره، خدت في رجليها الكبتون، كل ما يطلع من نقره ترميه من تاني في دهتيره. يا حبيت عيني، الدنيا اديته ظهرها، صدرت له الطرشه، واللي كاله بط بط طفحته له والزواز، مع انه تاب واناب ونفض ايده من اللي فات. اقطع دراعي من هنا لو ما كانش معمول له عمل. عمل؟ ومين ده اللي بيكره له عشان يعمل له عمل؟ ده له واجب في كل بيت وفي كل حته اماره. بس داس في النسوان ياما، ولدغه المره مره، واللي يجي على وليا ايامه مش معديه. راجل ولد اصول، واللي سواها ده خلانا في وسط هدومنا يا بنتي. بصراحة يا عمي هو طلع راجل بصحيح، مع انه كان ممكن يوديه في 60 داهية. أنا لقيت نفسي ساكتة، مش لاقي كلام أقوله. الراجل كان سايح في دمه، وبينه وبين الموت يا دوب مفيش، واتنزل عن حقه كده بسهولة، ده حتى رفض يتهمه. اللي مخوفني غياب والد عمك، مختفي ومحدش عارف له طريق. أكيد هربان. أو مستني جربها مرة تانية يمكن تصيب. مستحيل مستحيل يا رمار. مستحيل ليه يا بابا؟ اللي يعملها مرة يعملها كتير. قلت فين يا رب؟ قلت فين يا رب؟ ما تخافش يا بابا، ما تخافش عليا. وبعدين العمر واحد، مش أنت قلت لي كده؟ بترجع تعيش وسطينا،
وسيبك من العيشة في مصر. عايز اطمن عليك يا بنتي. كده برضو يا شيخ عرفان، انت اللي بتقول كده؟ مش انت اللي شجعتني على الجامعة وعلى الشغلانة وعلى البازار؟ دلوقتي عايز نرجع ينفع؟ قلبي مش مطمن. اطمن عليها يا عم، وراها رجالة. اتنيل يا شيخة، ده كنت هتموتي من الخضم. يا سلام، يعني عايزين اشوف ضرب نار وموتوسيكلات وجو ارهاب واسكت؟ سيروا وجع في يدي. بابا انا كنت عايزه استاذنك يعني بعد اذنك اروح اطمن على الدكتور عمر. انت بعد اذنك طبعا. روحي يا بنتي اعملي الواجب، دكتور عمر يستاهل. بس ديري بالك على حالك. حاضر يا بابا، حاضر. يا لهوي يا عمر، لو تشوف اللي جرالي. حسيت الدنيا كلها اتلخبطت في عينيا، وكنت هتكفي على وشي وبقت كلها كده بتضرب الوان. انا بقى ويعني وهي ماشيه تتكعبع على وشها في البيت، وكانت تنزل بلبس البنت من غير حجاب. الله عليك انت يا اختي، وشها بقى زي ليمونه وايديها بتترعش وكل الكلام اتحشر في حلقها. صح، اتحشر في حلقها. ده واخدكم معايا يا حبيبي والله. اوعى تقول كده، سلامتك عندنا بالدنيا كلها. انت اتقشر يا برنس، تلاقينا اسرع من اسعاف. ربنا يخليك ليا يا رب. ولا يحرمني منك، ما تسيبي الدبوس. ما عايزاه يا بنت. سيبي يا بنت، سيبي يا بنت عشان اخوك ياكل يا بنت. جعانه حرام عليكي. خد هي تشوف الدبابيس من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ما رضيتش هاجي لما اجيب لك كل الاخبار. اشجيني بقى، اشجيني. اخبار يا عمو؟ ها اخبار. الاخبار اللي تهمه عن الانسه لمار عرفان. جموزه زي القمر، كنت خايفه عليك قوي. والنبي من النبي. دمار دمار، دي شؤم. هي الشؤم هي سبب المصايب اللي حصلنا دي كلها. اسمها دمار. لمار يا حبيبتي، اسمها لمار يا تينا، يعني بريق الماس. وبعدين مش بنقولها كده بالراحه على البيت. بيني وبينك، هي البت بتلمع وحلوه حبتين، بس انا بصراحه اتشقمت منها من ساعه اللي حصل لك ده. اتشقمت ايه بس وبتاع؟ اللي بيحصل ده عادي، بيحصل كل يوم يعني. عادي عادي، انت اللي مقفوره. اخويا كان هيروح مني وتقولي مقفوره؟ حرام عليك يا عم حافظ. يا كتابينا اسمعيني اسمعيني، بالطيبه وغلبانه وبيضه. شفت بيضه دي؟ بيضه بيضه. وبعدين دي ابريق الماس يا عم حافظ. بريق الماس مش ابريق، بريق الماس. هو انت كنت عارفها قبل كده يا عمر؟ دي موزه يا بنت، خليكي في حالك. هي في حياتي الموزه دي. دي موزه، ادي الموزه دي. ثاني بس، ادي الموزه دي يا راجل. امال كنت عندها بتعمل ايه يا بنت؟ تنام انت مالك؟ انت مالك؟ خد. ياكل ايه؟ استنى الاول لما تشوف الاخبار اللي انا جبتها لك. عايزه ايه تاني؟ اللي يرفض النعمه تزور من خلقيته. اعمل لك ايه يا روح امك وانت من ساعه ما خرجت عماله تاكلي في قطه محلوله؟ سبتك يومين سقت فيها، وقلت لك قبل كده انت مش شغاله في البيت الابيض. لا مش شغاله في البيت الابيض ولا عند ابامه، انما ما فيهاش حاجه يعني. لما كنلي يومين منها اريح العظمتين من نومه البرج، ومنها الحكومه تخفى عني. مش ده اصول القريه بص. طيب وبالنسبه بقى الفلوس اللي دفعناها للمحامي عشان يخرجك من المصيبه اللي انت عملتيها، والفلوس الثانيه اللي دفعناها في الحجز عشان ما حدش يلمسك، الخ الخ الخ، كل ده هنسدده منين؟ إيه؟ كل ده من شقايا وتعبي، وانت مالكش فيه مليم احمر. اوعك. الله 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 الله، والله كبرت يا باريزه وبتتكلمي تقولي فلوسي وفلوسك. هم ايوه الحبس، اروح امك نسوكوا من خلوصي ولا ايه؟ ما انت اللي دايس بالقوي يا عبد القوي. عبد القوي مين يا بت؟ بس تعالي اقول لك، تعالي اقول لك بس يا بت. انا اخوك حبيبك يا بت، حبيبك. انا غرضي بس انغنغك بدل كمكمه القعده اللي انت قاعده فيها دي على طول. بلين بلين قالين يا خوخ، انما مش انت الكاسر. يوه، ومين بس اللي جاب سيره الشده؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس، الموضوع ما فيه عمليه الدكتور ريحتها فاحت وقربت تطلع. وانا مالي يا اخوي، انا من ايدك دي لايدك دي، اشهر انت بس. لاف يو بيبي. بجد؟ يعني هنتجوز؟ ها؟ Thank you.
انت هنا ومدوخني عليك في المستشفى كلها؟ خليت الدكتور هاني يقف مكاني في الرعاية. انت تعبان ولا ايه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس لأي حاجة. مش شايف انك مكبر المواضيع حبتين؟ وانت مش شايف ان الموضوع يستاهل؟ اكيد يستاهل، بس ده يتوقف انت زعلان قوي كده على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يعني زعلان على الفلوس ولا زعلان على تأجيل موضوعنا؟ طب الاتنين مرتبطين ببعض. لو الفلوس ما كانتش ضاعت كان زماننا احنا مع بعض دلوقتي. يبقى الموضوع ما يستاهلش كل ده، علشان لو زعلان على الفلوس اهي ضاعت، انما لو زعلان عليا انا موجوده ولسه معاك. من فضلك يا صفو، مش عايزه احس انك بتواسيني، دي اكتر حاجه ممكن تضايقني. انا لا بواسيك ولا عايزه اضايقك، انا بقول لك الحقيقه. يمكن لما قلت لي على اللي حصل انا ما عرفتش ارد عليك، عشان كنت خايفه اقول اي حاجه تجرحك، بس لما فكرت فهمت. فهمت ايه بقى؟ ان شاء الله. الفلوس انت اللي جبتها قبل كده، وانت اللي تقدر تعوضها تاني. امتى بس؟ ده انا قعدت سنين الم فيهم. واحنا مع بعض مش هتحس بالسنين دي. قصدك ايه؟ انا مش محتاجه حاجه، الفيلا اللي ورثتها عن بابا وماما فيها كل حاجه، والعفش فيها جديد، ومش عايزه الشبكه كمان. معقوله دي نظرتك ليا؟ معقوله انت شايفاني رخيص قوي كده؟ يا خساره، وانا اللي كنت فاكرك انك اكتر واحده فهماني، بس للاسف طلعت انا اللي فاهم غلط. عن اذنك غازي. غازي من فضلك لو سمحت، الاقي فين دكتور؟ في الاستقبال. ممكن حضرتك تسالي في الاستقبال. انت عرفت انا عايزه ايه الاول؟ لسه مستفزه دي. لو سمحت يا دكتور من فضلك. معلش يا فندم. الاقي دكتور عمر فين؟ مش انت اللي كنت هنا قريب؟ يا ستي رد عليا، مش مهم انا كنت هنا ولا لا، هو فين؟ دكتور عمر في المستشفى. ما احنا في مستشفى واحنا في اسم بوليس. انا ما بهزرش على فكره، دكتور عمر عمل حادثه وبقاله فتره في المستشفى. حادثه؟ حادثه ايه؟ المستشفى ايه؟ من فضلك قولي بسرعه. اديك هتخرج بكره، يعني ما كانش ليه لازمه الجنان والخروج بالشكل اللي انت عملته ده. هاتي ايدك. ليه عايز تروح فين؟ عايز اروح اقعد هناك، سنديني. طيب ماشي، يلا. يلا ايه؟ يلا، مش عايز تقعد هناك؟ مش يمكن كمان عايز امسك ايدك؟ هو ده اللي انا خايفه منه. خايفه من ايه؟ وانا لسه عملت حاجه. هو انت لسه هتعمل؟ اه طبعا هخطفك. طب يلا قوم قوم. انت مالك اتخضيتي كده ليه؟ ايه المشكله ان اخطفك يعني؟ ما اتخضتش ولا حاجه، انت اقعد بس. مش حاجه جميله جدا. طيب انا كده اطمنت عليك، ينفع امشي بقى؟ ده طبعا ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش خالص تبعدي ولا تسيبيني، ما ينفعش خالص. لا ده دلع بقى، واحنا قلنا خلاص مفيش. بالعكس ده لسه في كتير قوي. عمر عايز اسالك سؤال وعايزك تجاوبني عليه بصراحه. اسالي. هو انت ليه ما اتهمتش ابن عم؟ لا اتهم بيه، هو في تهمه في الدنيا اسمها انه سبب سعادتي وفرحتي. سعادتك وفرحتك؟ طبعا، هو انا لو لفيت العالم عشان الاقي طريقه سريعه تقربنا من بعض بالطريقه دي كان هيبقى في اسرع من كده؟ يعني الراجل عمل فيها معروف اروح اذيه؟ انت بجد يتخاف منك؟ انا؟ انا؟ ده انا غلبان وصايع وضايع وضايع. ده غير اني مصاب. عمر على فكره دراعك دي اللي وجعت مش دي. واضح انك قلت الكلام ده لقبل كتير. انا؟ طب انا هقول لك حاجه عشان ترتاحي. انا اصلا ماليش في الحوارات دي، ولا كلام البنات ولا العلاقات ولا كلام ده خالص، عمري ما كان ليا فيه اصلا. احنا كدكاتره عشان بندرس طب ونسا كمان، نظرتنا للست مختلفه مش زي اي راجل. بنشوفها انسجه تشريح اناتومي يعني، بنشوفها عضلات، ما بنشوفش الانوثه والحاجات دي. انا كدكتور امراض نساء، رغم ان زبايني كلهم ستات، الا اني هتضحك عليا، ما اعرفش اقول كلمتين على بعض لواحده ست. لا والله. ايوه، كل تركيزي في شغلي، كل وقتي في شغلي، كل نفس بتنفسه في شغلي. بيبي حياتي. يا نهار ازرق. سلامتك يا حبيبي، الف سلامه. سلامه ايدك.
سلامة عيوني، مالك يا حبيبي؟ مين المجرمين اللي عملوا فيك كده بس يا حبيبي؟ لامار! ايه؟ اذا حضرة الشياطين زارت الملائكة ولا ايه؟ لامار! عمل البارحة لفين يا حبيبي؟ لامار! استني بس، جرى انت رايح على فين؟ هو انت مش ناوي تبطل رمرمه؟ بس ايه ده؟ مش دي البنت اللي انت كنت بايت عندها؟ مخرب بيتك يا عمي. لامار! لامار! بص يا حبيبي معلش، رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. ليه؟ ليه؟ بقول لك دي فاهمه غلط. انت اللي هتتفهم غلط لو خرجت كده. يلا يلا تعالي تعالي معانا تعالي. تيجي معانا على فين؟ جوه جوه. ايه يا عمر؟ ما انا اول ما عرفت سبت الدنيا وجيت لك جاري، تعمل كده فيا؟ فيا يا بنت انت؟ في ايه؟ احنا مش كنا خلصنا خلاص؟ ايه ده يا حبيبي، احسن الجرح يفتح تاني. ايه بنت السقعية اللي انت فيها؟ سقعية ايه بس يعني؟ آه! حلوة يعني. سكري فمك واطلعي من غير ولا كلمة. ماشي ماشي. يا ستي حل عني بقى. حسبي الله ولا عمل وكيل. ايه يا حبيبي انت بتشخط فيا ليه بس كده؟ يرضيك كده يا عمو. لا بصراحة ما يرضنيش، في ناس بعيد عنك ما عندهمش سنس ما عندهمش نظر. انت ما تقول اي حاجه من كلامك الحلو ده. حلو هو في احلى من كده؟ ما يسيب لكم الاوضه تريحوا فيها حبه. في يا حبيبي بس انا عايز افهم مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ يا بنت الناس سيبيني في حالي سيبيني في حالي. ما انا سايباك في حالك غير لما اعرف البت اللي كانت هنا دي مين وبتعمل ايه. وانت مالك؟ شايف يا عمو بيشخط فيا ازاي؟ جرى ايه يا عمر؟ جرى ايه يا اخي؟ بالراحه عليها، دي برده حنينه وما تستاهلش. والله يا عم ده عسل. انت العسل. في فيسبوك ما تعملي لي اد. ما اعمل لكم بلوك انتوا الاثنين، اعمل لكم بلوك. يلا يا بنت يلا يا بنت من الاتوبيس ده انزلي، يلا انزلي داخل الخط. انت كمان بتطردني ها؟ يلا مع السلامه. ماشي يا عمر انا ماشيه، بس خليك فاكرها. سلام سلام. روح اوصلها يا خالي. ارحمني بقى ارحمني بقى. خالك؟ وانا خالك ولا عمك؟ يا عم ارحمني، ده وقته ده وقته ده وقته. عمك عمك ارحمني انت، ادي ارحمني. قول لي ازاي بتقدر توقعهم في دباديبك كده؟ دي بنت فاضيه اصلا ومخها طائر، وجت في وقت مش وقتها خالص، بوظت لي الدنيا مع لامار. هوبا خلاص. يبقى المركب رست على الشط يا ابطال. ولا رست ولا حاجه. رست ايه بس؟ هلا هتعملهم عليا. بس بيني وبينك البنت تستاهل. الاولانيه؟ لا التانيه. الاولانيه لامار. رمار. لا تستاهل رمار دي، تستاهل لامار. لامار بس خلاص، هي هتوريني وشها بعد اللي حصل ده. بالعكس اللي عملته البت الاولانيه. الاولانيه رمار. لا اللي عملته التانيه مجنونه اللي زي لقطه القشطه دي. خلت التانيه تلف حوالين نفسها. اسالني انا ازاي يا عم رشدي يا باظم؟ اقول لك ازاي. البنت اللي بدرت عليها بالشعنانة بتاعتها، التانية كلت في نفسها وفي قلبها، طلعت كل اللي جواها، حست انها انكشفت. هوب جريت. انت قصدك انها غارت؟ ايوه. خد من عمك. انا خبرة. وقفي. اديني وقفت يا متر. قول لي بقى عايز مني ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ طب بتهربي مني وسيبك؟ والله تقوم تحاول تقتلني؟ لا انا كنت قاصد اخوفك، والحمد لله ما صابك شيء. ايوه صح ما صار لي شيء، بس الرصاص ده صاب راجل ملوش اي ذنب وكان هيروح فيها. ترى والله لو كنت عرفت انه رايح لك ما كنت تركته، كنت قطعته. ده بدل ما تشكره انه ما جابش سيرتك في التحقيق كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن. وايش دراه ان انا اللي وراها؟ انا اللي قلت له. ايش انت يا لامار؟ ايوه انا يا متعب، ولو ما بعدتش عن سكتي انا اللي هبلغ عنك. تبقى انت جبت اخرها يا بنت عمي.
هو انا ليه يا بنت حاسس اني سقطت كده وفشلت كالعاده؟ يا اخويا راح اجازه عقبال يا رب، ومحدش عارف جاي امتى. اجازه ومحدش عارف؟ نسال واللي يسال ما يتوهش يا اختي. خلوصي انا قلبي مش مطمن للحكايه دي ابدا. طب بقول لك ايه يا باريزة يا اختي؟ قلبك ده هياكلنا وشربنا يا اختي، بطلي نقك ده، ريحي حبتين كده وخفي عشان الموضوع يمشي. ريح انت يا اخويا وخفي، يلا بينا قبل ما حد يشوفنا. ماشي. تروح مني فين يا دكتوره؟ الشمس جامده على رايي. يلا ثواني. المكنه دي مش نصفاني يا بطول، لازم اجيب عربيه بدلها. بس كفايه كده النهارده عليك. عيبتي اه؟ طه معلش بس هتسني ثواني اغير ونتحرك بسرعه بقى عشان ازهق. اوكي. على فكره الحاجات دي هنا ممنوعه وفيها غرامه كمان. مش كاتبين يعني ممنوع التدخين؟ لا ما هو هنا اي حاجه مدرب الصحه ممنوع. بسيطه نشربها بره. وانا لما عرفت ان سعادتك بتيجي النادي هنا كل يوم عشان تجري اكتشفت فجاه ان انا عضو في النادي ده، فقلت اتمشى مع سعادتك وهو بالمره برضو نتكلم براحتنا. انا عايز اعرف يا دكتور انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ الراجل بتاعك جالي وفهمت منه وتشكرت لك، في ايه تاني؟ يا ريس الشكر بتاع سعادتك ما وصلنيش. يعني ايه بقى؟ فسر كلامك. الفيديو عندي يا باشا، ولو ما كانش له قيمه زمان دلوقتي بقى له قيمه. يعني ايه بقى؟ يعني الحكايه كانت زمان مجرد بنت بتجري ورا واحد، دلوقتي بقى بعد خبر انها برأته وانها قالت انه كان بايت عندها ده موضوع تاني. ده خبر كذب وانا لا. سعادتك نجحت بفضل نفوذك وسلطاتك انك تقنع الناس انه مجرد كذبه من خصومك، انما لما يظهر الفيديو ده بقى ويتنشر بين الناس، الناس هتعرف انه حقيقه مش كذبه، وهيعرفوا ان بنت الرئيس المنتظر سرها يعني عدم المؤاخذه. ده ابتزازه انا ارفضه. مش من حقك في الوضع اللي احنا فيه ده، اللي من حقه يقبل او ما يقبلش انا يا ريس مش انت. يعني ايه بقى؟ يعني نتفق، لو الاتفاق عجبني اقبل، ما عجبنيش ما اقبلش. وطلباتك ايه؟ اهو كده الكلام. انا اقول لسعادتك طلباتي بقى. ايه ده مش ده ربيع رجاء المترشح؟ ها؟ انت تعرفي؟ بقول لك انا افتكرت مشوار مهم جدا لازم اروحه. ماشي يا بنتي مش قلنا هنتغدى سوا؟ بعدين بعدين. معقول اول ما تشوفيني تجري كده؟ انت شفتني ازاي؟ بقلبي. وانت ما تعرفيش ان اللي بيحب ده بيشوف ان شاء الله بقفاه. يا سلام. طب عايز ايه دلوقتي؟ ما اوصلك ونتكلم. عندك جديد؟ نشوف لو في جديد نشتري، ما فيش خلاص. لا صحيح قول لي، هو الناس المهمين دول تعرفهم منين؟ انت قصدك على ربيع رجاي؟ لا ده واحد من ضمن الغلابه اللي اعرفهم. يا سلام، ولا عشان هيبقى الريس ويمكن ينبدا من الحب. انا اللي اقول. ايوه انا لو عايزه يبقى ريس هيبقى ريس، مش عايزه خلاص مش هيبقى. يا جامد مش وسعت منك حبتين دي. ولا وسع. بقول لك ايه، احنا هنضيع الوقت في الكلام. ما يلا تعالي تفكري. يلا انا بجد مش قادره افهمك، انا عملت ايه علشان تاخد مني الموقف ده؟ اللي قلته كان قصدي منه اوفر عليك وقت ممكن نضيعه في حاجات ملهاش اي قيمه. صفو مفيش حاجه توجع الراجل قد ان يبقى واقف عاجز قدام اللي بيحبها، مش عارف يحقق لها اللي هي تستاهله واللي يقدرها بيه. التقدير مش فلوس وعفش وشقه، التقدير مشاعر وحب وحاجات حلوه تملى بيها كل حته فاضيه جوايا، وترجع لي الثقه في حاجات كنت خلاص قربت انساها. هشتغل ليل نهار، هاخد شفتات في كل المستشفيات اللي انا اعرفها، ان شاء الله اسافر بره. المهم ان اعمل حاجه اللي تخليني استهلك. تقدر تعمل كل ده واحنا مع بعض. بجد يا صفا؟ يعني هتقفي جنبي؟ هتلاقيني معاك في كل خطوه. هموت واتجوزك في اسرع وقت. هتعيش وهتتجوزني في اي وقت احنا نختاره. الف 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 مبروك، يا رب تبقى ليلتك جميله زي كده يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، عقبال فرح ولادك يا رب. يلا بقى ده انا عايز مستعجل تحت. بلاش الحساسيه الزياده دي يا اختي، يا ريت ما تركزيش معايا انا زي الفل.
يا تينا انا عايزه افهم انت ليه مش بتتجوزي؟ اتجوز تاني؟ حرام عليك، كفايه مره واحده بس. وايه اللي حرمه بقى؟ انت لسه جميله وصغيره وكمان ناجحه، والف مني اتمنى واحده زيك. شوفي يا حبيبتي، اللي زي ما ينفعهاش غير اتنين، يا اما عيل صغير يضحك عليها بقرشين، يا اما راجل محترم وعنده عياله زهقان من الخلفه، وانا الاتنين ما ينفعونيش. عادي جدا على فكره انك انت تتجوزي راجل محترم وعنده ولاد. لا مش هرتاح. انت بتسبقي الاحداث ليه؟ طب ما تدي نفسك فرصه يا ستي. لما تيجي فرصه افكر. بس كده الموضوع بقى خطر قوي يا لمار. عليه هو مش عليا انا. لا عليكي وعلى عمر كمان. ما تجيبيليش سيره الراجل ده تاني خالص. بقول لك ايه، عارفه ايه المشكله السودا؟ ان انا فاهماكي كويس جدا. لو انا مش فاهماكي كنت قلت انت وقعتي من زمان. ايه ايه وقعت؟ ايه الكلام اللهبل اللي انت بتقوليه ده؟ ده مش كلامي يا حبيبتي، دي تصرفاتك. انت مش شايفه نفسك ولا ايه؟ انا كل ما هنالك اني ما بحبش الناس تظهر في صوره مش بتاعتها. لما هو راجل بتاع ستات ومقضيها بيقول لي ان هو مش بتاع علاقات سابقه، ليه ليه؟ عايزه افهم. وايه يعني؟ كل الرجاله اللي ربنا خليها في الدنيا بتكذب، وكل الستات عارفه ان هم كدابين وبيصدقوهم. ايوه يا سلمى، بس انا مش من دول. بقول لك ايه، خلينا دلوقتي في ابن عمك المجنون ده. انت من ساعه ما حكيتي الموضوع وانا جسمي متلبش. هو ممكن يطب علينا؟ بص يا سلمى، انا ممكن اسيب لك البيت دلوقتي حالا، نروح اي اوتيل اي داهيه. يا الاستفزاز يا بنتي، ما انا خايفه عليكي زي ما خايفه على نفسي. الله، مستفزه. يا مامي مين؟ مش عرفني انا. مش عرفني. ما تقومي تفتحي الباب. لا واضح انك مطمنه على الاخر على فكره. طب ما نروح مع بعض نفتح الباب. لا انت تروحي عشان انا ابقى سليمه، عشان لو حصل لك حاجه انا الحقك على طول. بسم الله ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ شفتي؟ يلا. انا اللي هفتح الباب. يلا مش مسيطره؟ يلا يا مامي. ماشي. يلا. ماشي. طيب طيب. ما تفتحيش الا لما يرد الاول. بطلي جبن بقى. ده انا مين؟ هو انت؟ مساء الخير، انا في شحمي ولحمي وجايب لك معايا حالتي العاطفيه من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي علشان افرق نفسي. وانا جاي معاه عشان لازم يبقى في محرم. يلا روح انت بقى. انت عرفت الدور ازاي ده؟ انا سبتك وجريت على السلم. روح انت. خليك انت هتكلم مع الست شويه. اتفضل اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا. خليك حلو انت، انا حلو. ما تبصيش هنا، اتفضل. تبقي اتجننتي رسمي ولازم تترمي في مصحه. مش بعيد تعمليها يا ميار هاني، وبرده هتجوزها. انت بنتي حد مسلطك علينا؟ ولو احنا وافقنا انك تتجوزيه هو هيرضى؟ هو بيحبني ويتمنى. على علمي ان هو طردك مرتين، مره من المستشفى بتاعته ومره من المستشفى اللي بتعالج فيها، مش هو ده اللي حصل؟ انتوا لسه بتراقبوني؟ ما انت لما تبقي بالمخ ده لازم يتحجر عليكي مش تتراقبي بس. ماشي ماشي يا ميار هاني، وانا موافقه، بس عايزين بقى نشوف في الاخر مين فينا اللي هيعيط. يا بنتي يا بنتي الله يهديكي، احنا مش اتفقنا نهدى شويه لحد ما الانتخابات ما تخلص وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه؟ وانا قلت لكم مليون مره ان انا ماليش دعوه بالقرف بتاعكم ده. قرف مسميه مستقبل باباكي ومستقبلنا كله قرف. انت عايزه تديني ليه؟ انا مش عايزه منكم حاجه، انتوا اللي عمالين تحاكموني. انت عايزه مننا ايه؟ احنا عملنا لك ايه؟ احنا اهلك مش اعداء، احنا موفرين لك عز ونعمه انت ما تتصوريهاش. نعملك ايه اكتر من كده؟ عايزاكم تبعدوني عنكم وعن حياتكم والعابكم ومؤامراتكم القذره دي. انا ما بقتش طايقاها ولا طايقاكم انتوا كمان. حلو عني بقى عفه. انت يا بنت بندحلك. وبعدين يا ربيع هنعمل ايه مع الراجل ده؟ قولي هنعمل ايه مع بنتنا اللي بتضيع مننا كل يوم، واحنا ولا احنا حاسين بحاجه؟ سيبك منها، دي هتتكسر رقبتها وتتلم. اللي بيتكسر ما بيتلمش، بيتبعتر يا هاني. ده شكله اتعدى من بنته واتجنن هو كمان. كان مستنيكي تحت المستشفى، معنى كده انه كان بيراقبك وفي خطر انك تبقي لوحدك. طبعا، امال احنا قاعدين مراقبين كده ليه؟ معنى كده زي ما راقبكم يبقى بيراقبنا احنا كمان. يلا اقعد اقعد. بيهزر عم بيهزر. اقعد بهزر بهزر، اصل انتوا ما تعرفوش اعملوا معايا ايه. اكلوني الشوكولاته كلها. انا اسفه قوي، انا مش عايزه اسبب لكم مشاكل اكتر من كده، عشان كده انا بقول يعني. لمار ما تكمليش خلاص، ماشي ينفع.
ممكن نقوم نجيب حاجه حلوه؟ تيجي معايا؟ انا عمال اقول لك الصبح حاجه حلوه. انا مره لك ادخل ادخل. يلا 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 حاجه حلوه. هتتاخر عمي حافظ. جميل قوي يا عمو. جميل جميل عمو. يلا 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 فين يا حبيبي؟ هنا. عمر مش عايزك تتصرف اي حاجه هتقولها. انا لفيت وشفت وعرفت وقابلت ياما، لكن والله عمري ما حسيت زي اللي انا حاسه دلوقتي. واللي كانت نازله فيك احضان في المستشفى دي تبقى ايه؟ اللف بتاع زمان برضو؟ دي ايه؟ لا دي واحده مخها طائق، والله انا طردتها بعد كده شر طردها. عمر احنا يا دوب عرفنا بعض صدفه. دي مش صدفه، ده مقدر ومكتوب. انا بخاف قوي من الحاجات المستعجله دي. وانا راجل ما بحبش اضيع وقت. نقول مبروك. انت واقف عندك بتعمل ايه؟ بتفرج. طب ما تيجي نتفرج سوا؟ طب يلا يلا. اصل متعب يا عمر، حطك في دماغه مش كل مره تسلم. تاني بصراحه يا عمر لمرة عندها حق. متعب ده شكله شراني قوي، وبعدين كفايه اللي حصل لك منه. محدش بيموت ناقص عمر. ما تهرضهاش قوي يا ابطال، فكر كويس. اللي انا بفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ اني بحبك وعايز اتجوزك حالا. لا انتوا اكيد عايزين تجننوني. انت ايه خلاص مستغني عن عمرك؟ وكل ده عشان ايه؟ واحده لسه عارفها؟ ايه خلاص الحب قطع قلبك قوي؟ مت في البيت؟ انا هتجنن هتجنن. انت مش كل شويه عمال تسمعنا تبنى على الله تبنى على الله؟ وهي تبنى على الله مالها؟ مال الموضوع؟ هو الجواز حرام كمان عشان نتوب عنه؟ الله بالهداوه يا تينا، خلينا نسمعه. هداوه ايه بعد اللي سمعته منكم ده؟ يا لهوي لو شفت ابن عمها ده انا مش هخنقه، ده انا بالسكينه في كرشه. الله، طب وهي ذنبها ايه؟ ابن عمه هو المجرم، يبقى خلاص عمر يبلغ عنه ويامن روحه خلاص. يا سلام يا اختي، ولو عملها فيه تاني اعمل انا ايه؟ يا عمر ده انا ممكن اروح فيها. صح تينا صح، لازم تامن روحك الاول وبعدين ربنا يستر. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انتوا مش عمالين تقولوا لي عايزينك تحب وتستقر وتتجوز؟ ليه لما يحصل كده بقى تكسروا مقاديفي؟ يا سلام، وانت هتستقر مع العيله المهببه دي؟ تينا صح، لازم تصبر شويه لما نشوف ابن عمها هيعمل ايه. وكمان تبقى ما استعجلتش وفكرت كويس. يا جماعه افهموني كويس، ده اول احساس بجد في حياتي، مش هسمح لحد انه يحرمني منه. غلط عمي. تينا غلط وانت صح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اهي يا اخويا انت مالك رشاها فاتحه على طول كده ليه؟ مش ناخد كده وندي مع بعضينا ونروح ونيجي قبل ما نتربط من لساننا؟ نعم نعم. الله عليك يا روح الغاليه. مش برضو صلاح عجب؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ القمر يعرفه ياما، بس هو يعبر مين؟ صدقني انت فعلا بتفهمي. انت مين بقى؟ محسوبتك سعاد مش فاضيه. سعاد مين؟ مش فاضيه. ربنا يكتر اشغالك. ان شاء الله يخليك يا اخويا. وبتعالج عند الدكتور، والدكتور كان طلب مني اوراق كده اهوت، بس انا سايبه ابني مولع نار في البيت. فوالنبي يا اخويا ينوبك ثواب، اول ما تشوفه قول له سعاد لما تبقى فاضيه هتعدي عليك وتدي له الورق ده في ايده. امانه عليك يا سي صلاح، فوتك بعافيه. سي صلاح، البت سعاد مش فاضيه بتفهم ومسقفة قوي. انت فين يا بت؟ انا خلصت علبة السجاير كلها يا بت. الزبون طلع ايه خفيفة؟ اتهطل يا اخويا وريل على نفسه، رجالة سايبة بعيد عنك. ما هو داخل له مين برضه؟ غزال الليل، المهم لبس الظرف. لبسه يا حبيبي. بس عايز اسألك على حاجة. قصك يا اختي. مش المفروض ان انا اللي كنت اتفق معاه واسلمه؟ انا مبسوط قوي انك سألت السؤال ده. اه. بص يا اختي بقى. فيرست هام، الواد ده لسه خارج من حادثة، يعني لسه طاري كده، مش هتعرفي تلم عليها يزوغ. سكند هام، بيني وبينك حسيت انه ممكن يلعب معاك الدنيئة ويجيب لك الحكومة، فحطيتها قوة الدموخ كده ولفيتها كتير، قلت نلعب معاه كارت إرهاب الأول. حبتين كده بس، نلعب معاه الدنيئة. طب يلا بيني يا أخويا أحسن يشوفنا. أنت مالك يا بت خايفة كده؟ ما تخليك سترونج يا بت شوية. يا واد الواد هيشوفنا يلا. الباي ناطرة النهاردة مش عارف ماشي يلا بينا. جاهزة؟ على الإخلاع. يلا يلا. خير يا دكتور؟
والله هو الحقيقة مش خير خالص. انتوا كل واحد فيكوا عنده مشكلة تخلي عملية الإنجاب مستحيلة. مستحيلة؟ طبعا مفيش حاجة كبيرة على ربنا، بس احنا يعني بنتكلم في حدود إمكانيات الطب. طيب والعمل يا دكتور؟ يعني مفيش أمل خالص؟ هو انتوا بقالكوا قد إيه متجوزين؟ بقالنا سنة وشهرين يا دكتور. كده بقى مفيش قدامكوا غير إنكوا تعملوا حقن مجهري. مفيش أي علاج تاني ينفع؟ أنا قلت لكم المفيد وأنتوا أحرار. والعملية دي تتكلف قد إيه يا دكتور؟ إحنا بس نتبع العملية الأول وإن شاء الله مش هنختلف في التكاليف. كفاية بقى، كفاية، أنا مش مستحمل. بقول لك أنا ممكن أبيع الذهب بتاعي كله. ذهب إيه بس؟ أنا مش ده اللي شاغلني خالص. أمال عمال تحسب إيه من بدري؟ عايز ياخد مني عينة في برطمان، تيجي ازاي دي؟ احنا بنت مالك رايق قوي. يا سلام، دي مصيبة، انت مش فاهمة أي حاجة. تعالوا تعالوا. أيوة كده، فكيها شوية، عينيكي أصلاً ورمت من كتر العياط. أعمل إيه؟ أنت عارفة إن الدكتور قال لي إن أنا مستحيل إن أنا أخلف؟ ده الدكتور عوني، مش كده؟ أيوة. وطبعا قال لكم عملوا عمليه حقن مجهري، وقال العمليه دي هتكلف فلوس كتير قوي ومش مضمونه. انا اختي عملتها مرتين وما نفعتش، لحد لما راحت اللي ايدي فيها الشفا. مين ده؟ ها يا دكتور، طمني ايه الاخبار؟ قول لنا الحقيقه يا دكتور بالله عليك، احنا خلاص استوينا. ايه يا جماعه، انتوا قلبين الموضوع جد ودراما كده ليه؟ الحكاية بسيطة. شكرا. بسيطة ازاي يا دكتور؟ ده الدكاترة كلهم قالوا لي ان انا مستحيل اني اخلف. ايوه يعني يا دكتور، وبصراحة في دكاترة يعني نصحونا بالحقن المجهري. شوف هي مدارس، في دكاترة بتحب تلجأ على طول للحلول المباشرة، وفي دكاترة بيحبوا يخلوا الموضوع طبيعي حتى لو في 10% نسبة نجاح. أنا من أبوه 10%. يعني في أمل يا دكتور؟ إن شاء الله. إحنا هنبدأ بالعلاج، منشطات وحقن منشطات لحضرتك، وعلاج لسعادتك، وربنا يكرمك. دكتور هو لو عملية الحقن المجهري دي مضمونة، إحنا ممكن. أنت عايزة تكلفي الراجل وخلاص؟ خليه يجيب لك هدية بالفلوس دي يا ست أحسن. إيه ده؟ يعني قول يا رب. يا رب. إن شاء الله خير. على إذنكم. يلا بقى سمعونا أخبار كويسة كده. بالأيام السود اللي احنا عايشينها دي، احنا ان شاء الله هنعمل حاجة عالضيق كده في البيت، وشرفنا طبعا ان حضرتك تبقى موجود. اكيد طبعا هبقى موجود، بس يا رب بقى تقدري تحنني قلب الدكتور علينا وينوبنا من حب صاحبه جانب. صاحبه مين؟ قصدك الدكتور عمر؟ طبعا الدكتور عمر، احنا ورانا غيره، ما هو ليل نهار بيدافع عنه. لا دي حاجات انا ماليش دخل بيها. تعال تعال يا مرتضى، عايزك توزع حاجة حلوة على المستشفى كلها، عايز كل الناس تفرح زينا. ألف ألف مبروك. بقولك يا دكتور. ها؟ إيه بتقول إيه؟ نفس الاسم. في يا دكتور؟ شوف صاحبك يا دكتور. خلاص، لا بقى في زمالة ولا شرف مهنة ولا حاجة أبدا. حضرته خد مريضة بتتحالك عندي وفهمها إن أنا بنصب عليها. مش معقول عمر عمل كده؟ مستحيل عمر يعمل كده، دي مش اخلاقه. الكشفين بنفس الاسم. اتفضلي حضرتك تاكدي بنفسك. انك تعشق بجنون، ده حالي معاك. خلتني اعيش ايام مليانه شوق وغرام، ده حالي معاك. اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون، وده حالي معاك. اجمل احساس في الكون انك تعشق بحنون. بجنون بجنون يا حيوان، بجنون انك تعشق. شكل المزاج عالي قوي يا قبطان، والغزاله رايقه. ايه القرف ده؟ كتك 60 نيله فصلتني. لا مؤاخذه يا قبطان، انا قلت بس اشاركك اللحظه الجميله دي. شاركني اللحظه ازاي يعني؟ على اساس انك خطيبتي مثلا؟ احنا نطول يا دكتور. نطول انت كمان حمار ومش فاهم. يد ما ينفعش يا خزي بيت تحتك.
لمؤاخذة قبطان، أصل النهاردة حورية هبطت عليا من السما. حورية؟ حورية ولطشتني بقين تولوني يا قبطان. بقين؟ بقين يا بيئة؟ وإيه البقين اللي لطشتهم لك الحورية؟ قول. هي بصراحة اسمها انت كمان نسيت اسمها. اخلص يا ابني انا مش فضيله. السعاد مش فاضيه يا ابن الفاضيه، وانت افتكرت لما قلت لك مش فضيله. وبصراحه قبطان قول يا صلاح، سايبه المرساد ده ليك. مرسال؟ ايوه. مش بقول لك بيئه، وفي ناس لسه بتبعت مراسيل. مراسيل ولسه الحلوه عيونه ما بيجيش. ما بيجيش فين يا حيوان؟ الحلو عيونه مش حاسه. انت عمرك سمعت حاجه خاصه للفنان هاني شاكر؟ إيهاب توفيق؟ إيهاب توفيق. مرسيل قول لسه الحلو عيونه مش حاسه. مش حاسه. ما تطلع يا ابني، تطلع يا ابني هنقعد نغني. يلا نسكافيه بتاعك يا استاذ. نسيه فاضل، انت على طول كده حاسس بيا؟ انا اهم حاجه عندي راحتك. الله الله، حضرتك واقف هنا وسايبني انا لوحدي. انا اسف انا رايحه. وانت بقى ايه حكايتك؟ هتفضلي شايله الهم كده كتير ولا ايه؟ مش عارفه يا سر. عارفه انا بفكر في حاجه، يعني بقول اروح لبابا وخلاص بقى احكي له على كل حاجه. مش لوحدي، رجلي على رجلك، هنسافر له سوا. عمر وحشتيني. ايوه كده، فكيها شويه، ربنا يفكها عليكي وعلينا. بقولك ايه يا عمر، انت فين بقى من الصبح؟ كان عندي عمليات كتيره جدا جدا جدا. طب انت ما خفتش وانت جاي هنا ليكون متعب مثلا؟ متعب مين وشيكابالت مين؟ انا القبطان النووي. انت مجنون وهتجنني معاك. طب احنا ممكن نروح لوالدك امتى؟ الحكايه مش سهله زي ما انت فاكر، احنا عشان نتجوز من بره ممكن يحصل لنا مشاكل كتير. اي مشاكل انا قدها، اي مشاكل تحصل عشانك انا قدها. ايوه بس اصل عندنا عادات وتقاليد انت مش واخد عليها. اخد عليها واحبها وابقى حته منها كمان. حياك الله، بس انت خليكي معايا. فضل يا فضل. ايوه. وبعدين بقى مش تركز في الشغل احسن ولا ايه؟ حاضر. خلاص يبقى احنا نروح لبكره. ماشي ماشي، هستناك نروح سوا. ماشي، حياك الله. اجيب لك قهوه يا دكتور؟ لا قهوه ايه، متشكر جدا، انا يا دوب الحق العياده، انت عارفه الزحمه قدامي اسبوع على الاقل. ماشي. عمر كلمني اول ما توصل. اكلمك قبل ما اوصل. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سليم، يلا حبيبتي، يلا حبيبتي نركز في الشغل. يلا يا ماما، يلا يا ماما. مدام هلا، خمس دقايق وحضرتك هتخشي. مدام دي ايه وحضرتك بعدها؟ تعيشي يا حسن. اقفل البتاع ده، الصوت واصل لاخر الشارع. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ لحقت تنزلي يا دكتورة؟ الصمت على الدكتور يا حنان. بيتك يا صلاح وقعت قلبي. قولي لي بقى كانوا بيقولوا ايه جوه؟ هو ده اللي مجنني، مش عارفه اسمع ولا كلمه واحده. يعني صوته الهيصه ده اللي كان عنده ده من جوه؟ امال انا واقفه هنا ليه؟ لما وريتك ما بقاش انا. ايوه ده اللي فالحه فيه. ها كل شويه. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. عايزه اقابل الدكتور عمر لو سمحتي. استني واحده يا فندم، بس الممرضه تاخد البيانات من حضرتك. اسمع حضرتك ايه يا صلاح؟ انت ما عرفتنيش. انا لمار. يا خبر اسود فندم. لا مفيش حاجه. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه لمار. اتفضلي. تحب اجيب لحضرتك طب شاي؟ طب قهوه؟ طب حاجه ساقعه؟ طب اي حاجه. اتفضلي. ايه مالك 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 يا صلاح؟ انت مخطوط كده ليه؟ لا مش مخطوط ولا حاجه، اصل المفاجاه بس. خمس دقايق بس الدكتور عمر يخلص. ما قلتليش بقى تحب تشرب عصير ايه؟ شكرا حسن المدخول. حاضر حاضر. استر معانا يا رب، استر معانا. مين دي يا صلاح؟ مش وقت خالص، مش طالباكي. انا عايزك تركزي مع اللي دخل الدنيا، عينك ما تروحش ولا يمين ولا شمال. فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا صلاح. استر معانا يا رب. خمس دقايق، ثانيه واحده. ابتزاز رخيص انا لا يمكن اقبله. يلا يا بت، يلا نمي حاجتك، يلا مش اطلعي بره بره، بدل ما انده الممرضين والعمال ويرموكي بره بفضيحه. يا اخويا تف من بقك، فضيحه ايه كفل الشر؟ هو لو انا غرضي فضايح كنت يا اخويا هجيب لك السي دي ده والفيلم القبيح ده تتفرج عليه لوحدك؟ لا ده انا كنت عملت منه سيديهات ياما وفرقتها على روح سمعه حضرتك. بس ايه بقى، الفضيحه هتبقى للركب. ركب يا بنت انت، ركب يا فضيحه. ايه انت بتهدديني؟ بتهدديني يا سميكه انت؟ الله. اسمي باريزه. هو ده اسمي يا اخويا يتنسي؟ انت عايزه تفهميني ان الليله اللي انا دايخ عليها دي قضيتها بحالها عندك انتي؟ بس انا يا اخويا ما قصرتش، ولا قفلت الباب في وشك، ولا جبت شويه عيالي يرموك في الشارع، عشان تعرف بس مين فينا اللي بيسون العشره. عشره ايه يا حبابه انت؟ عشره ايه؟ دي ليله ومتسقطه اصلا من حساباتي. هي ليله بصحيح، لكن عندنا بألف ليله وليله. انت عفريت اما يتهبب على دماغك انتي. وعربيتي يا بت؟ عربيتي فين يا بت؟ لا ده بقى انا ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مالكيش فيه ازاي؟ مش لسه قايلالي دلوقتي انك ركبتي معايا؟ اه يا اخويا ركبت معاك ودخلتك بيتي وعملت العمله اللي دخلت مزاجي. بعدين يا اخويا المحمول بتاعك قعد يرن 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 يرن، كلمت الوليه اللي كلمتك قلت لها تيجي تلحقك، اصل انت كنت ضايع خالص، كنت هتموت مني. يعني كمان كمان انت كلمتي عفه وسلمتيني ليها؟ كلمتها انما سلمتك ده لا ممكن ابدا، ده انا جدعه جدا. طب يا جدعه جدا ماشي، يا جدعه جدا هات امك، هات امك يا جدعه، ده سلمك البوليس حالا. والنبي يا دكتوره يرضيك برضك تبوظ اخلاق الحكومه بافلام قبيحه كده. انت طلعتلي من اي ده يا بنت انت؟ طلعتلي من اي مصيبه؟ نعم. أنا آسفة يا دكتور، أصل الهنم مستناك من بدري. بدري إيه؟ مش شايفة معايا كشف؟ معلش يا عمر أنا آسفة، أنا اللي قلت لها تقولك. لمار. مش الست اللي بتكشف جوه كانت حاطة على راسها طرحة ولابسة نقاب؟ أيوة فيها إيه يعني؟ ولا هي حاطة طرحة ولا لابسة نقاب؟ قلعي. لازم تقلع. الله يعني هتكشف بهدومها؟ هتكشف في أوضة المكتب. إيه ده؟ فين الست اللي كانت هنا؟ دخلت للدكتور. دخلت للدكتور؟ للتكسودة. استرى معانا. كملت. ربنا معاك يا توبة يا اخويا. امال اللي انا بحس بيه ده يا دكتور ايه؟ عادي يا فندم، مفيش أي حاجة خالص إن شاء الله. مفيش حاجة خالص؟ إزاي بقى؟ ده أنا متضررة يا أختي على طول، وطول الوقت حاسة إن أنا مغاصة وموجوعة، موجوعة قوي. حضرتك هتمشي على العلاج ده ان شاء الله، وباذن الله هتبقي كويسه جدا ان شاء الله. كده يا اخويا من غير ما تكشف وتشوف؟ ان شاء الله بعد ما تشوفي العلاج ده حضرتك وتعملي التحاليل المطلوبه نبقى نعمل سونار ساعتها ونبقى نكشف ونشوف. يعني انا هرتاح البتاعة دي؟ ان شاء الله. والنعمه، انا قلت راحتي على ايدك يا دكتور.
الشافي هو الله يا فندم. لا مؤاخذه يا حبيبتي، ما انت برضه ست زينا وفاهمه عن ايه وجع ومغص ستاتي. ولا انت يا اختي ما دخلتيش دنيا ولا رجل بره ورجل جوه؟ نعم نعم الله عليك يا حبيبتي، شكلك كده يا اختي لسه ما دخلتيش دنيا، بكره يا اختي تغرزي زينا ودكتور عمر هو اللي هيريحك. طيب بالاذن انا بقى، انا سامع حاجه بتزن، يكون البتاع ده. البتاع ده يا اختي ولا بيزن ولا بيطلع اي صوت اصلا. ونشوف حضرتك بالاستشاره ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. هنشوف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. الباب لبره يا فندم بعد اذنك. حاضر. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. تبنا الى الله. انما ايه المفاجاه الجميله دي؟ اتاري العياده منوره. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. عمر. نعم. ايه البنت اللي كانت قاعده دي هنا؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا حبيبي. انت عارفه عيبتي دي عياده، والعيادات يعني بتبقى بتلم. انت عايز تفهمني ان البنت دي مريضه؟ طبعا. دي بشع. حصل. والجير. مظبوط طبعا. كده مش عارفه هي. طبعا يا اهلا وسهلا. احنا مالنا؟ احنا ما تسيبك منها وقولي ايه بقى سر المفاجأة الجميلة دي. يا اهلا وسهلا. زواج مبارك ان شاء الله. الف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الف مبروك يا غازي. الف مبروك. مبروك يا دكتور. الف مبروك. مبروك يا دكتورة. جوازة سعيدة ان شاء الله. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. وعلي مرتضى مبروك عليا اجمل عروسة في الدنيا. مبروك علينا احنا الاثنين. عمر انا مكسوفه قوي يا عمر، اصل ما اعرفش حد هنا. ولا تتكسفي خالص، دول زمايلي ولازم ابارك لهم. طب مش كنت تقول يا عمر كنت عملت حسابي كده برضو؟ تعملي حسابك في ايه؟ انت زي القمر كده. زي القمر. زي القمر. بعدها احنا مش هنطول. يلا تعالي. مبروك يا غيث. اخرت قوي. معلش يا ظروف هحكي لك بقى بعدين. مبروك يا اخت صفا، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ميرسي يا عمر عقبالك. ايه؟ لامار خطيبتي. انت لحقت. الف مبروك. الف مبروك. ميرسي. الله يبارك. 114. اتفضل اتفضل يا عمر. اتفضل. مكانش ليها لازمة الكلمة دي يا غازي. عادي بهزر، وبعدين عمر واخد على كده. صاحبك شبك مع واحدة جديدة في لمح البصر. ابن المحظوظة. أنا عارف بيجيبهم منين؟ ده ما بيهمتش. على فكرة اللي قال ان الدوفر ما يطلعش من اللحم هو انطقي، عشان انا عندي طلع من اللحم. بس انا كان عندي ابن واد زي القمر ودمه خفيف، بس اختلفنا سوا. اختلفنا عشان هو بيقول ان انا ضيعت ورثه على الهلس. لكن أنا إيه؟ أنت إيه؟ أنا فعلاً ضيعت ورثه على الحلس، بس فريدي حتى ضيعته، يوم يتخلى عني ويسيبني، هو أنه اللي أغلى؟ إن الفلوس ولا اللابتوب ولا الاب؟ الفلوس طبعا. صدقي ان انت واطيه. مش بجيب لك من الاخر. ايوه من الاخر. كل اول وله اخر. انا في الاول ضيعت فلوسه، وفي الاخر
تفتكري لسه في العمر اللي يخليني استناه. خلاص انت يا دوبك فرت الكعب وتفلس عنه. قومي يا كلبه قومي. اه ليه ان شاء الله؟ قلت ايه انا بقى علشان في الاخر اشرب عليه ميه بعد كل وجع الدماغ ده بذكريات حكاياتك؟ تقول لي قومي بلوشي ايدك على القبايك بقى علشان نبقى نلعب. يا محاسن الصدف اللي مش على البال. هو في ايه؟ تعالي بس امسكي. يا محاسن مبسوطة. الصدف اللي مش على البال. ايه رغي بقى؟ ممكن اطلب منك بقى طلب؟ امرني بس يا عيني هنا مفتحه قوي مش هعرف. يا بنتي ما تبقيش سافله مش اللي في دماغك. مجانا طوز مني ايه؟ احكي لك حد؟ لا بصي ايدك خليك قاعده معايا بس انا ما بحبش الوحله كده. يبقى حاضر. قفشتك يا جميل يا ابو الشقاوه. يا بنتي انت جبله مش بقول لك قومي مش الصبح وانت مصممه قومي مش طايقه تجري. ماشي. ازيك يا انكل حافظ؟ انا هسبقك وانت هتحصلني صح؟ اكيد طبعا. العنوان سهل ما يتوهش وانت حفظته؟ اه طبعا قبيلة بني خزاعة سهل جدا. هسيبك انا بقى. لمار. ايه عمر؟ ولا حاجة خلاص. انت كنت عايز تقولي حاجة؟ كنت عايز اقول حاجة. كنت عايز اقول لك انك هتوحشي. عمر لو كنت قلقان انت ممكن تفكر تاني. ولو على بابا انا ممكن اقوله اي حاجة مفيش مشكلة. البنت تبان خالي. يا بنت خنقت. هرجع فين تاني؟ خلاص ما اتفقت مع الراجل. عايزين نرجع تاني يقول عليا ان انا برجع في كلامي. خلاص اتدبسنا بقى واللي كان كده. ايه ده ايه ده ايه ده اتدبست؟ خفيف كده. اصلا انا خايفه من المشاكل قوي. ما تقلقيش ابوكي راجل حكيم وهيعرف يحلها يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير قوي خير كتير. يجيله مزيتين في ليلة واحدة. كمل بقى يا عمو. بلاش يا عمو دي. قولي لي يا زوزو. يا واد يا تقيل. هي دي. اسمها ايه بقى العروسة؟ اسمها فارة لارا لامار. اسمها لامار واحد جوزها. يا صحيح عيلتها مش ولا بد واطيه بعيد عنك لكن هو نوى وما دام نوى يبقى هينفذ يبقى هيتجوزها طبعا. وليه بتقول كده؟ بس انا عارفه بس بعيد عنك على الله الجوازه تتم. ليه بقى؟ كل ليله فرح تحصل مصيبه. انا قلت له ده آخر المشي الحلال. انت كنت كويس وماشي معايا آخر حلاوة والموزز علينا قد كده. إنما تقول إيه بقى بيحب. قولي لي اللي وراكي دي اسمها إيه؟ يارا. يارا يا زوزو. يا واد يا تيلي. هو انت برضو اللدغة في السين؟ لا يا زوزو. يعني اللدغة بتاعتك انت يجيبني. بقولك ايه يا عمو؟ طالما هتجوزها يبقى بيحبها مش كده؟ والله مش هو بيقول كده. هو بيقول كده وخلاص. ماشي يا عريس ابقى قابلني اذا دخلت. وليلة الدخلة دي لازمها شغل كتير وتفكير واعداد مظبوط
ونسيب التدابير على المولى سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الراجل مننا، الراجل مننا أول ما يختلي بمراته. أيوة وبعدين؟ تعبان أوي الأخ ده. أصل لسه خارج من شهر سجن. سجن؟ أقصد يعني شهر عسل. شهر عسل؟ خارج من شهر عسل وبتسأل في ليلة الدخلة؟ ما هو لسه ما حصلش حاجة يا أبطال، دي كشة مني. كشة منك، قول لي ليه بقى؟ ليه؟ أقول لك أنا ليه؟ لأنك أنت البعيد غشيم، غشيم، قول لي ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه غشيم؟ لأنك فاكرها ليلة قلع وضلمة، تقوم العروسة تتخض منك وتكش وتتسرع، خصوصاً لما يكون العريس شكلك كده. امال انا جاي لك ليه يا ابطال؟ دلني على الصح. صح ايه يا ابني؟ وانا دكتور تجميل. انا اقول لك يا سيدي الصح. الصح في المفتاح. الصح فين؟ في المفتاح. وايه هو المفتاح؟ المفتاح في الكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة من الراجل للست تلين الحجر، تلين الحجر وتزيل الحواجز وتساهم، تساهم جامد في النجاح. يا عيني راسي وكلامك كله شافك، اديني في العدد. لف ولا اديلك. بس انا قبطان ليا استفسار صغير. استنى يعني. بقى انت عم المستفسر، شوف الواد ده طلب ايه. حالا. ابو جليه اسود وابو جليه اسود ونضاره. هو نضاره اهو. خد اتنين شاي واحد سحلب وست حجره. نزل له كمان حجرين وبعد كده من حقه يستفسر. انت عامل مينيمم شارجه. اتفضل اتفضل. انا يا قبطان عندي استفسار صغير. انا بقالي 5 سنين متجوز، ومن يوم ما اتجوزت مفيش ولا مره حسيت ان هي يعني متفاهمه معايا. مش عارف اعمل ايه يا قبطان. اعمل ايه؟ اجيب لها افلام ثقافيه؟ بطل هبل، معقول الكلام ده برضه حد يعمل كده؟ انا هجيب لك من الاخر. ما تفكرش في نفسك بس وانت معاها، لا فكر فيها هي كمان. شوف ايه اللي بيبسطها، شوف ايه اللي بيسعدها واعمله. ربنا، ربنا سبحانه وتعالى من نعمه علينا انه خلق جسم الست حساس. ليه؟ اقول لكم انا ليه. علشان المتعه تبقى مشتركة بينكم. فلو انت فكرت فيها زي ما بتفكر في نفسك هتلاقيها متجاوبة معاك لحد ما تجيب أجلك كمان. طبعا انت جابت أجلك من بدري، من قبل ما ايه. روح قبله يمكن توصل معاه الحل. قبله بتاع ايه بس؟ ولو قابلته هقول له ايه؟ قول له على اللي حصل، وانا متاكده انه هيساعدنا. انا لما قابلته حسيت انه مش وسخ، وعدني انه مش هجيب سيرتها ووفى بوعده. بنتك هي اللي راحت وفضحتنا. واحد غيره كان استغل الموقف، عشان كده بقول لك روح اتفاهم معاه. على فكره يا ربيع هو الوحيد اللي يقدر يخليها تتلم من ناحيتنا شويه. عايزاني اروح اقول له يربي لي بنتي؟ خليك ذكي يا ربيع، قول له البنت مريضه وان احنا غلبنا في علاجها، ولو حاولت تقرب منه يبلغنا واحنا نتصرف. عايزاني اقول له ان بنتي مريضه؟ وهي البنت اللي بتعمله معانا ده طبيعي؟ ما هو طردها قبل كده، عايزاه يعمل معاها ايه تاني؟ قال له يعرف ان في ناس بتساومنا على علاقتها بيه، وانا متاكده انه هيساعدك لانه جدع. شوفي بتعمل معانا ايه؟ ولا كاننا موجودين. مش بقول لك مريضه؟ والنبي لكون مفرقه الشربات على الحته كلها. مش قلت لك يا قبطان خيرها في غيرها واقضيها الناس اللي بعديها، والحلو لما يهيز يلعب في القميص. وين راح؟ راح واللي جاي احلى من نور الصباح. قسم يا معلم مرجان وهات ورز يا بوزه بالزكات. ولا 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 صفت الصعايده بتقول ايه؟ يا حلاوه يا استاذ افندي يا ابن عم البرتقال.
حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. يا حلاوتك يا استافندي يا ابن عم البرتقال. سبعوس امشي يا ابني. يلا اخويا يلا اخويا كله يقعد مكانه. هات الكرسي يلا. اتفضلي يا معلمه. مالك يا قبطان في ايه؟ أنا في مصيبة كبيرة قوي. مصيبة؟ مصيبة إيه كفل الشر؟ ولا سيد؟ أيوة معلم. القهوة مغلقة للتحسينات. يلا يا أخوي مع السلامة يا أخوي. يلا حبيبي يلا أخوي. يلا حبيبي أنت هو يلا يلا عفنا. يلا أخوي قاعد ليه يا حبيبي يلا حبيبي. خير يا كابتن. هو الفرح كان يومي. تاني انت لسه بتدور على يوم الجمعه الضايع. ظهرت بشايره ظهرت بشايره وجات لي واحده معاها سي دي ليا وانا وهي واحنا واحنا يعني ايه هو هتكون صحتك وخدت معاك لقطه بلاتوس سخانه. لقطه ايه؟ بلابوس سخانه. بلابوس ايوه بلابوس اللي هي اللي خدتك وانت بران يعني وانت ملبوس ومكشوف العوره حاجه زي كده. حلو القضبان نزل الملعب. ملعب ايه؟ والله العظيم توبنا الى الله والمصحف على عيني توبنا الى الله وحياه دمي يسيل زي الميه دي كده. انا مش حمل فضيحه زي كده خصوصا وانا داخل على دنيا جديده. البت دي اسمها ايه؟ بريزه فكه. ودي مين دي؟ مصيبة جديدة واتحدفت على نافوخي. انت شفت السي دي بعينيك؟ هلس ومسخرة. لو حد من اخواتي البنات يعرفوا حاجة عن الموضوع ده. لا لا هلس ما ينفعش. ادوني انا اتفرج عليه. اديك ايه تتفرج؟ اتفرج على ايه؟ وانا واخدك الملاهي. اه ده انت مع اخوك عكة سودة. اه وايه اللي يخليك تروح للي اسمها الامار دي؟ ما انا لو كنت اجلت يوم واحد كانت افتكرت ان انا خايف من ابن عمها خصوصا انها خدت ميعاد من ابوها والراجل قاعد مستنيني. تقوم تروحي الواحات. الله ده حب جامد بقى. انا مش في مشوار الواحات دلوقتي. ده ايوه عامل ايه؟ ما انت لو خضعت ليهم هيستغلوا ده ويطبوا عليك كل يوم والتاني. ويا بتزوك وده اللي انا قلقان منه. انت عارف انا لو اضمن ان هم ياخدوا الفلوس ويغوروا في 60 داهيه والله العظيم كنت خلصت. على فكره اللي اسمها عفه سالت عليك ومستحلفه لك. عفه؟ ودي شفتها فين دي كمان؟ سيبوي يخيبك سواقها محتاج نضاره قعر كوبايه مش تفتح؟ الهي ربنا يوعدك بقطر يفرمك ما يعرفوا يلموا لحمك من على اي مزلقان. ما تحترمي نفسك يا ريت. في ايه؟ مدلدقه كده ليه؟ ده انا. مين؟ سعاده الباشا؟ معلش يا باشا العتب على الناظر اللي ما شافك اجهالة. مقبولة منك يا بت. اسمعي انا عايزك في حكاية كده. امر يا كبير. في عند الليلة دي سهرة خصوصي الخصوصي كنت محتاج حتة طرية. وانا اجيبهم لك منين دول؟ انا والله لسه ما توبتش علشان اشتغل الشغلانة دي. يا بت انا عندي كتير كتير قوي بس القعدة ما تحلاش الا بيكي. ترى ما هم كتير كتير قوي في عين العدو. لازمتي انا ايه؟ انا عايزك مزاج امي كده. عايزك هتيجي ولا ربنا يكفينا شر ولا هتيجي يعني؟ بقولك ايه يا باشا ما تقولي فين والساعه كام وامتى؟ الليله دي الساعه 12 بالليل. ماشي بس اوكي. ايه بس اوكي بس اوكي. ادي المفاتيح لايوب يركب العربيه. عيني اوكي اس اوكي. عم ايوب افتح اللي ما يتسمع. الله حكم القهوه يا بريزه. الراجل طلعت ايده طايله قوي مادة لحد السطح. راجل وسخ ديله نجس وصحيفه سوابقه مليانه لتمت عينها. حقك عليا يا بنتي انا والله كنت رايد لك الخير. احنا اللي زينا يا عم ايوب ملوش الحق في اي حته. احنا عاملين زي كلاب السكك اخرنا نهب في اللي رايح واللي جاي. لو طوبه من ايد عيل صغير تهشنا
تخلينا نجري لغايه ما نفسنا ينقطع. ايه ده؟ كلامك غريب قوي النهارده يا غزال. ياه غزال. غزال اتفكت برايز يا عم ايوب. انا نسيت الاسم ده من زمان. يا ريت تنساه انت كمان. انت ناوي تقولي لخلوصي على المشوار اللي انت رايحاه النهارده ده؟ لا هقول له ولا هروح. لا فهميني بقى انت ناويه على ايه؟ اقول لك يا راجل يا طيب. قول. انا يا عم ايوب استحمل من الدنيا مرمطتها ومن الناس بهدلتها، لكن كله بمزاجي، انما بالغصب ده لا ممكن ابدا. اهو ده الحق اللي لا يمكن استحمله ولا اقبله حتى لو على قطع رقبتي. ايه اقولك بقى؟ تعالي هنا معايا بقى وفهميني ربيع رجائي ايه اللي جابه هنا عندنا. ما انا بقى جايباكي عشان تعرفي وتعرفيني. نعم يا اختي. لا الزره دي فيها حاجه صح؟ ارحمي نفسك بقى يا تينا، هو انت كل حاجه تاخديها على الحامي كده؟ مش جايز تبقى مصلحه؟ وبعدين احنا نكره ان واحد زي ده اصلا يعرف اخوكي؟ مصلحه ايه ونيله ايه؟ اتشابه انت بتتكلمي في كلام كبير كده ليه؟ دماغك دي رايحه فين؟ دايما تروح شمال؟ شمال بقى ولا يمين مش مهم، المهم المصلحه تتقضي. مصلحه ايه اللي تتقضي؟ انت عاجبك حال اخوكي؟ اخوكي بقى له يومين ما بينامش وعينيه كده فيها حاجه مش طبيعيه، هو قلقان من ايه؟ الله مش عريسه على وش جواز يبقى لازم يقلق. بت ايه انت بترقصي كده ليه وبتعملي كده ليه؟ وازاي اساسا تتكلمي في المواضيع دي؟ ها مش احسن ما اتكلم فيها مع حد غريب يا تينا؟ بس وبطلي ادب والله العظيم. خلاص خلاص بهزر بهزر. المهم بقى انزلي اعرفي الراجل ده عايز ايه بس، والنبي تيجي تقولي لي هيكون عايز ايه منين الراجل ده. انا مش عايز اكتر من كده، بنتي الوحيده يا دكتور بخاف عليها قوي، ولو انت ساعدتني في الموضوع ده هعتبره معروف وعمري ما هنساه. هو انت خايف على بنتك ولا خايف من المشاكل اللي هتسببها لك وانت داخل على انتخابات؟ ما تنساش يا دكتور ان المشاكل دي انت جزء منها. انا ماليش اي علاقه بيها، انا حتى لما هي جات لي قبل كده انا عارف انك انت طردتها، وانا عارف انها هي بتطردك. عارف؟ طب ما انت عارف جاي عايز مني ايه. في ناس صوروها وهي بتجري وراك في المستشفى وانت بتهرب منها، و هي كمان اتصورت على دي شوطها بقى. يعني ايه؟ هو في ناس تانية اتصورت؟ تبنى الى الله. كمل يا ريس. في ناس بيساوموني بفضيحة، وخصوصا بعد حكاية اعترافها في القضية بتاعتك. بص يا استاذ، المدام بتاعتك لما جات لي قلت لها انا ما بفضحش حد، ولما بنتك قالت وانت كذبت انا سكت. أنا برضو ليا سمعتي وبخاف عليها، خصوصا إني هتجوز قريب. وبنتك؟ بنتي مريضة يا دكتور، وأنا غلبت معاها. عفها مريضة؟ مريضة إزاي؟ واضح إن أعصابها تعبانة، وأنا صحيت عنها وبشتغل في السياسة والانتخابات، وأصبحت في وضع صعب أوي السيطرة عليه، وعشان كده أنا بلجأ لك. أنا برضو مش فاهم أنا إيه المطلوب مني يعني. عايزك تساعدني اني قفلت من الناس اللي بيساوموني بعلاقتها بيك. المرحلة دي انا ما اقدرش استحمل اي فضائح، واكيد انت مقدر يا دكتور. انا مقدر يا فندم، بس انا اعرف الناس دي منين؟ انا ما اعرفش حاجة، وطلب يقعدوا لوحدهم سبتهم. اللي نفسي اعرفه هو يعرفه منين اصلا؟ ما هو ده ابو البت اللي اخوكي كان بايت عندها في الليلة اياها. انهي الليلة دي؟ اللي مش فاكر منها حاجة؟ ايوه هي الليلة دي. أما حافظ أرجوك فهمني، اشمعنى يجيله دلوقتي بالذات؟ اشمعنى؟ ما هو عرف إن أخوك ناوي يسافر الواحات، أم حب يجي ويلحقه. يلحق إيه؟ هي بنته بايرة ولا هو راجل قليل؟ أصل البت بيني وبينك واقعة في أخوك ودايبة. حاول ولا قوة إلا بالله. هو كده يا عمر دايما كل جوزة يطلع لك فيها عفريت. عفريت إيه؟ كفاية مشكلة السي دي. إيه؟ سي دي؟ سي دي. سي دي ايه؟ انت قلت سي دي دلوقتي. انت اللي قلت. انا ما قلت سي دي. سي دي ايه؟ عم حافظ سي دي ايه؟ انا بجيب سي دي. انت بتقول عليه. لا انت قلت سي دي. سي دي ايه؟ ايوه 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 صح، انا قلت سي دي صح. انا قلت سي دي. سي دي فين اللبن؟ اهو اللبن. سي دي اصل اخوكي كان عنده سي دي مهم جدا مهم جدا، وضاع منه وضاع منه، وبعدين هو قاعد يدور عليه مش لاقيه بقى. انا قلت لكم البت دي وشها نحس ما حد صدقني، وادي بشايرها. هيت بقى هيت هيت. هو انا عكيت ولا ايه؟ عكيت.
معقول كده من اولها هتسيبني وتقعد لوحدك؟ معلش يا حبيبتي، ما رضيتش بصراحه زيك. مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مخنوق يا صفا، مخنوق قوي. من اولها اتخنقت مني؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. اكيد مش منك، مخنوق من ظروف السودا. ظروف تاني يا غازي؟ ما قلنا نصبر. احنا لو صبرنا هما مش هيصبروا. هما؟ هما مين؟ ناس كنت ماضيلهم وصولات ايام حكايه البورصه ويطالبوني بيها دلوقتي. وصولات؟ وصولات ايه؟ وليه؟ مش مهم بقى كل ده، مهم انهم هيقدموها للنيابه. نيابه؟ يا خبر. وهتعمل ايه؟ هتسجن طبعا. اساسا بفكر ابيع عربيتي عشان اعرف ادبر اي مبلغ. هو المبلغ كام؟ 300,000 جنيه. ياه. طب اسمع، انا معايا 150,000 في البنك وممكن اتصرف في الباقي. الو، ايوه يا باشا، انا كنت عايزه ابلغ عن شقه مشبوهه. ايوه يا باشا، دول عندهم سهره وجايبين نسوان ورجاله واخر مليطه فوق بعضيهم، ده غير بقى الضرب اللي على ودنه. صاحب الشقه اسمه نيازي بيه. اعتبرني يا باشا فعله خير ولا مرشده؟ اه طبعا، هديلك الميعاد والعنوان كمان. في ايه يا عمر؟ ودخل علي بالطريقه دي ليه؟ ما توصل بيك الوقاحة انك تتعامل اللي انت بتعمله ده، يبقى دي الطريقة اللي عاملك بيها يا عوني. لا 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 لا، انا لن اسمح انك تخرس خالص يا ديل الكلب. انت بتقول ايه؟ اخرس. حاضر. في ايه يا عمر؟ اتكلم. اسمع يا عوني، انا عديت لك كتير قوي وانت فاهم وانا فاهم، انما ما توصل بيك القذارة انك تروح تساوم راجل على صورة البنت معايا، يبقى انت جبت اخرك يا عوني. أكيد في حاجة غلط. أنا كل انت ده لو ما تلمتش من ناحيتي وشلتني من دماغك، أقسم بالله أقسم بالله يا عوني لكن سجنك. مفهوم؟ ماشي. ده موبايله مقفول، هيكون نيشا اللي صار معاه. هل أعصابك بقت خفيفة ليه؟ الغايب حجة وياه. هو قال لي إنه هيجي اليوم يكون جرى له حاجة. إيه مالك يا أبوي؟ بتبص لي كده ليه بس؟ مش مصدق إنك كبرتي يا نوار وبقيتي تحبي كمان. عارفة يا نوار أنا ليش فخور بيكي؟ ليش يا بوي؟ مش عشان اتعلمتي ودخلتي الجامعة وتوظفتي كمان، لا، عشان لساكي شايلة جواكي بنت الوحاد ومحافظة عليها. هذا وشم جوايا مش هيطلع إلا بالدم. ربنا ينور طريقك يا بنتي. الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ عرفان، الحق يا عم الشيخ. في ايه يا ولد؟ متعب، متعب ظهر في البلد وشكله ناوي على الشر يا عم الشيخ. ايه؟ استر يا رب. انا بصراحه مش عارفه ايه لزوم المشوار اللي انت جايبنا فيه ده، ويعني يا ريت هي كانت فينا. يا حبيبتي فينا، احنا يا دوب رايحين لسه نقرا فاتحه. انا حاسس ان ربنا اخيرا رضي عني وقبل توبتي واكرمني، عشان كده هيكرمني ان شاء الله ان شاء الله بلا مره. مرحب يا عريس. ايه ده؟
طالما تعب زهر يبقى اكيد بيدبر لشيء. لو لمس حد فيهم يبقى موته مش كفايه. شيخ عرفان، شيخ عرفان، في ايه يا واد؟ متعب خد رجالته وطلع على الطريق. ايه راجل؟ امر عمي. حضر الرجال. امرك يا عمي. استنى يا ابوي. ايه يا رمان؟ رجلي على رجلكم، مش هقعد استنى هني. يلا يا ابوي، يلا يلا انزل. عمر اوعى تنزل يا عمر، ما تسمعش كلامه. ما تخافيش يا كتاب عمر، ما تخافش. ده ايه يا نهار اسود؟ اقفل الابواب كلها من جوه. يا نهار اسود عمر، تعالى عمر. نعم خير. بدي اعرف ايش اللي جابك لغايه عنا؟ وانت مالك؟ مش شغلك؟ لا هذا شغلي. اقول لك خذ اللي وياك وارجع مطرح مجيد. ده لو كنت خايف على حالك وعلى روحهم. وانا مش بنقول من هنا الا ما افهم انت اللي عايز ايه. وهتفتكر ان الحاجات دي بتخوفني. شغل العصابات والبلطجه ده ما بياكلش معايا ولا بيهتني. نعم افتح الطريق احسن لك. تبقى انت اللي جنيت على روحك يا ولد النواب. ادعب. يوه ما حدش فيهم بيرد. انا ابتديت اقلق بجد عليهم. انا قلت لهم ما يروحوش المشوار ده. ما انت عارف عمر لما يحط حاجه في دماغه ما حدش يقدر عليه. حتى تينا سمعت كلامه المره دي وعملت اللي هو عايزه. هي طول عمرها بتسمع كلامه، ما بتكسرلوش كلمه. تقوليش ام وبتعامل ابنها. جربي تاني، جربي تاني يمكن يردوا. يا نهار ابيض، دي الموبايلات اتقفلت بجد. ما هم في صحراء، جايز ما فيش شبكه. وبعدين يا عم انا ابتديت اخاف بجد، انا خايفه يكون جرالهم حاجه. فلا الله ولا فالك، بعد الشر ان شاء الله خير، ربنا يجيب العوام سليمه. سليمه ازاي بس والحكايه ابتدت برصاص؟ انا حاسه ان الجوازه دي هتجر وراها مصايب قد كده. طمني خير ان شاء الله يا رب. انا دمي نشف وبترعش وكنت بموت في جلدي. احنا اسفين قوي، اسفين جدا. شفت يا بابا؟ مش قلتلك، قلتلك متعب مش ناوي على خير. متعب؟ هو ده متعب ابن عمك اللي كان ضرب عليا نار؟ هو يا عمر. عيل طايش كل همه يتجوز لمار، يعرفش يتكلم الا بالدم. هو اللي ما يعرفش اللي هيتكلم اللي بالدم ده، اللي هو اللي ضرب عليك نار. هو يا حبيبتي، هو يا حبيبتي. ايه البساطه اللي انت فيها دي؟ وما بلغتش عنه ليه عشان توديه في 60 داهية؟ فيها انا برضه اعمل كده. ايوه تعمل كده زيها. ده راجل طيب وابن اصول. شكرا يا عم الشيخ. الحمد لله. بس انا مش هسكت بعد اللي عمله النهارده، مش هسكت. متعب ما يقدرش يهوب هنا، رجاله كلها وكفاله وانا اولهم. يا شيخ عرفان ما تيجي نخلع بكلتنا، مفيش داعي من الجوازه دي يا اخويا. انا مش مستغنيه عنك. ابوس ايدك. في ايه دينا؟ في ايه؟ خف. شيخ عرفان انا جيت لك لحد هنا علشان طالب ايد بنتك لمار، ولو قابلني حط ايدك في ايدي. الله يبارك فيك يا تينا، ربنا يخليك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. قلت ايه يا شيخ عرفان؟ ده كل يوم بتكبر في نظري. ايش قولك يا عروسه؟ القول قولك يا ابويا الشيخ عرفان. يا راضي امرك يا شيخ. دق الطبول. طبول ليه؟ هتعلن الحرب. لا لا ده بيتخن صوته عشان متعب يخاف لو قريب ولا. بارك الله فيك. انت بتقولي حاجه يا ست هانم؟ قولي له بقى، قولي له كنت بتقولي ايه؟ كانت بتقول ما شاء الله قاعده جميله والعروسه يعني والاستاذ سراق هيجنن. ما شاء الله ما شاء الله. لا انا بقول ولا حاجه، انا بس كنت بقول يعني اني اخته وعمه مش لازم برضو يفرحوا في العظيمه زي اللي احنا فيها دي. الكل هيفرح بالعروسين في مصر، انما الليله ليلتنا، لازم نفرح والبلد كلها تفرح لاجل ما نسد الطريق على متعب وشره. يلا يا راضي دق الطبول. اتفضل. تاني الطبول دي. جاهزين يا شيخ وهتبقى احلى ليله، ليله زي الفل ان شاء الله. مش داخلين غزوه، لازم طبعا. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا بنتي. مش تبوسي العروسه؟ اه لما يدق الطبول. بقول لك ايه يا ربيع،
مش عايزك تطبطب عليها زي كل مره. البنت زمامها فالت ولازم لها رابط. انا بقول لك اهو. ارحمي نفسك شويه وحاولي تفتكر انك ام. اهي طبتك دي هي اللي مخليها عامله فينا كده. بنتك بتمر بازمه نفسيه ولازم تقفي جنبيها. وانت بتمر باخطر مرحله في حياتك لازم تركز فيها. دي فرصه يا ربيع ومش هتتكرر. فرصه ايه؟ انا بكلمك عن بنتك. وانا بكلمك عن اخطر مرحله في حياتك. لازم تدخل الانتخابات وتنجح كمان. الله يقطع السياسه واللي عاملاها فينا السياسه. السياسه دي اللي مش عاجباك يا حبيبي مخلياك نجم مجتمع وبطل قومي الناس مستنياه. حتى لو كان على حساب بنتك؟ حتى لو كان على حسابي انا شخصيا. يا شيخه ده انت فظيعه قوي. اوعي كده. فوفا فوفا. ربيع ربيع ربيع. الله فوفا ميار الحقيني يا ميار. ايه فوفا؟ بابا عليها الحقيني. تعالي تعالي شيلي معايا حسرين. اوف حبيبتي. انت اللي فيه ايه؟ وقعتي قلبنا؟ كان مغمى عليك يا حبيبتي. مش عارفه دماغي لفت ومحسيتش بالدنيا. انت وقعت. كلمي دكتور. بس نفوقها الاول. دكتور ايه دلوقتي؟ هو ايه الواحد ما يعرفش يعتمد عليكي في اي حاجه. انت كل حاجه ترميها عليا. يا جماعه مش عايزه دكاتره. انا كويسه خلاص. خلاص بقت كويسه. ما تفولش على البنت. طب بس على شرط مفيش خروج النهارده. مش هخرج. انا هنام. عايزه انام. يلا يا ربيع يلا سيبها تستريح. نامي نامي وارتاحي. مش عايزه اي حاجه؟ عايزه انام بس يا بابي. سيبني انام. خلي بالك من نفسك. اهو انت كده بقى حطيت رجلك في عش الدبابير. وطي صوتك يا عم ايوب هتفضحنا ولا ايه؟ يا بنت انا خايف عليكي هيأذوك كده الناس مفتريين. اديني فشيت غلي وخدت لك بطارك. يا بنت انت ايه؟ قلبك ده حجر صوان ما تهبيش حاجه ابدا. ويهاب من ايه يا حسره وهو ميت من زمان؟ مش هيسيبوك. ربك ما بيسيبش حد. واديني متشعلقه في رحمته يمكن يتوب عليا من الهم ده. بس يا مريضه يا تبت في ايه؟ تعالى يا بنت. ليه؟ انا صحيح ان انا سمعته ده. سمعت ايه يا خلوص؟ الاستاذ الافندي نيازي اتفور الحكومه عكشته. راجل ديلو نيجس واخته لازم تبقى كده. يبقى انت صحيح اللي عملتيها واللي سمعته بحقي وحقيقي. فورت الراجل وطهرت لنا السبوبه. فورت يا اخويا ما بتسمعش سبابيب. ما تحل عني بقى. الله الله الله. ده بنت ده دليلو لانجوج ولا ايه؟ يا ابني طول بالك عليها شويه. رايح حتى اعمل حاج انت جوه اوفر اساسا. خلينا نشوف نظام الست باريزه ايه. نظام ولا دياول يا خلوص. واعمل لك قفله في ليلتك دي. انت بتشوحيني يا بنت. واضبط في المره تعبتك كمان. انت هي يا اخي اشتريتني؟ اشتريتك يا روح امك ودفعت حقك مقدم ولا نسيتي؟ عايزك يا خلوص. عايزك توفيه كده يا روح امك لنفسك وتعرفي انت ايه؟ يا ابني استهدى بالله كده، ما تخليش الشيطان يخش بنات. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ الشيطان عامل معايا يا ابني ايه؟ ولو احتجت في حاجه رنني، ريح انت بقى. بالراحه، بالراحه يا راجل يا خلوص. طب بص بقى بنادي بالراحه يا روح امك، لو ما تلمتيش لك امي شرحت بالمطوه اللطيفه دي ومعلقك على باب الجراج ده زي الذبيحه. يوه، وانا كنت عملت لك ايه بس يا خلوص عشان كل ده؟ ايوه، تعالي لي كده في الناعم. يلا بقى يا روح امك قومي عندنا شغل يا امي. بص لي كده يا بنت، صوريني يا بنت، صوريني وعليني بالراس من حاجبك. معلش يا بنتي، روحي شوفي شغلك. حاضر. اديني جايه يا سي خلوص. مش هنتبطر على اكل عيش، ده حتى بحرام. يلا يا اختي. ربنا ما يجعلنا رفاصين النعمه. ايوب، جيم اوفر يا اخويا. ملعونه دي لقمه. ملعونه والله. وجارتي اللي من سني جاية وتشتكي مني. جارتي اللي من سني جاية
عايز الريح نطير ونحلم بيها ليل نهار ونحلم بيها ليل نهار نحلم بيها ليل نهار نحلم بيها ليل نهار نحلم بيها صبح وليل شعرها كيف الليل طويل ونحلم بيها صبح وليل شعرها كيف الليل طويل ملوي حواليها امطار ماشي وين رايح يا مدعم؟ ما يصير اللي بتسويه، البلد كلها هتقف ضدك. ماني قادر اتحمل. انا ابن عمها، انا اولى بيها. وابوها راضي عن الجواز، ما حدا يقدر يقف قصادك. هتربك الدنيا على اللي فيها. ما حدا هينضر غيرك يا مدعم. ايش يا دهشوري؟ تبين اتركها له ياخذها مني؟ الصبر، الصبر والايام ما في اقرب منها. يا ويله مني دكتور الحريم هذا، يا ويله. وكعب البتريال مدور يا ما خالق يا ما صور ابو تايوتا فوق العلوة ناوية حلاوة حلوة ابو تايوتا فوق العلوة ناوية حلاوة حلوة الله واحد الله واحد الله ليشمت فينا حد الله نور رجال حياك 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 مين؟ غازي غازي انت هنا؟ ايه ده؟
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Safwa. Happy birthday to you. غازي سيبت لي ركبي. كل سنة وانت أجمل صفوة في الدنيا. انت عملت كل ده امتى؟ بصراحة بقى استغليت انك نايمة وجهزت كل حاجة، بس هي السكينة اللي وقع دي بوظت الدنيا. كل ده علشاني؟ بس انا لسه عيد ميلادي بكرة. يا حبيبتي ما احنا بقينا بكرة، الساعة عدت 12. بعدين ما ينفعش ما بقاش اول واحد يقول لك كل سنة وانت طيبة. انت طيب يا حبيبي، بجد مفاجأة تحفة. طب يلا يلا عشان نطفي الشمع. وانا بلبس البيت كده؟ يا حبيبتي انت حلوة في اي لبس وفي اي حتة. وبعدين بكرة بقى انا عازمك على سهرة هتلبسي فيها احلى فستان عندك. لكن النهاردة هنحتفل بيه لوحدنا وفي بيتنا. يلا يلا بقى نطفي الشمع. تتجنن في كل حاجة. ده انت اللي جننتيني من ساعة ما شفتك. ميرسي يا حبيبي. يلا هشغل لك بقى اغنية عشان تطفي عليها الشمع. ايه الثلاثة؟ كل سنة طيب. مش هنعمل الكلام ده ولا ايه؟ بترش عليها على طول؟ اتجوز؟ بعد ما ولنا ريلة ما يعلن بيها الا ربنا. والله اخوك ده دماغه طاقة على فكرة. على الله تكمل بس، لحسن ده كل جوازاته بتقلب بمصايب. بتدوري على حد؟ ها؟ بقولك بتدوري على حد؟ لا عادي. صباح الخير. ازيك يا كابتن علي؟ صباح الخير يا انسة سما. هاي. بقالنا كتير ما بنشوفكيش. معلش اصل ما بحبش التنس. يعني بس احنا نحب نشوفك دايما. ما تيلا يا بنتي هتغيري هدومك ولا هنبات هنا ولا ايه؟ ثواني. يلا ثواني هغير ونتحرك. ده ايه ده؟ غريبة قوي. استني بس انا عايز اتكلم معاكي. في حاجة يا كابتن؟ بصراحة في ايه بقى ان شاء الله؟ احب اعرف. يعني عايز اتكلم معاكي اعرفك اكتر وتعرفي. حيلك حيلك، ده عشان انا فاضيالك يعني. هو كل اللي انا اعرفه عنك ان انتي مش مرتبطه بحد، صح؟ هو لحد دلوقتي بس يمكن بعد شويه. ايه ده بجد؟ يعني ممكن؟ لا كفايه عليك قوي كده، انا بايش باي. لا استني استني. ايدك. معلش سوري انا اسف، بس اديني فرصه اتكلم معاكي. هنا قدام صحابك وقدام نهى؟ انتي عندك حق. طب انتي تحبي نتقابل برا؟ عندك عربية؟ لا للأسف معلش. طب خلاص استناني بكرة على كورنيش قصاد ماسبيرو في نفس المعدة. ماسبيرو؟ اشمعنى المكان الغريب ده؟ تراوة. طب احنا كمان ممكن بالمرة ناخد فلوكة. ده بجد طب ولا هزار ولا انا مش فاهم؟ جرب وانت تشوف. يلا باي. ايه ده؟ ده انا كده اطمن على البلد مدام رئيسها رياضي. انت مين؟ معقول نسيتني بالسهوله دي؟ انت اخت الدكتور عمر. سما، اسمي سما وسموني كده عشان محدش يقدر يطولني. عايزه حاجه محدده يا سما؟ عايزاك تحصلني ده لو تقدر. يا سلام مكان. يا سلام البخار ده يا عمي كأنه بيغسل البني آدم من بره ومن جوه. بالذات لما يكون داخل على دنيا جديدة بقى، دنيا فيها استقرار راحة بال. ربنا يرزقك بالزوجة الصالحة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حقيقي يا سلام. يعني رصاصتين في شنك يا سلام لبستك الجوازة. رصاصتين ايه ولبستني ايه؟ انا بحبها فعلا. يا عم وابطال ده انت مالكش فرصة. والله العظيم بحبها، والله بحبها. يا سلام انا حاسس زي ما يكون ربنا استجاب لدعائي، زي ما يكون كانت ابواب السماء مفتوحه لي. يا سلام بدأ. يا سلام يا تحس كده كمان ان ربنا حس اخيرا
اني تبت الى الله. يا سلام يا سلام يا سلام. يبقى ما فيش داعي تبص عني سوين. اعمل ايه بقى فهيني خزقها يعني. خيالي جامح جامح. يا سلام يا سلام على الجموح. خلاص انا نصحتك. طبعا انك عمي وانا ابن اخوك ويمين انصحك ويلزمك حته شمال تسخن بيها بالفرح. انسى نصايحك اللي مبوظالي كل جوازاتي دي. ارحمني منها بقى علشان انا في مصيبه وانت مش حاسس بيها. مصيبتي تاني؟ قصدك يوم الضيع؟ يوم الضيع ايه يا عم الصغير ده؟ السي دي صحيح انت عملت ايه في الحكايه دي؟ عامل ايه يعني؟ اديني مستني لما يكلموني. وهم لسه بيكلموك؟ هيكلموني ازاي يا عم وتليفوني المقفول؟ قلت لي كنت قافل تليفونك. الله الله خش عليا في الكنافه خش. ايه يا عمي؟ انا كنت قافل التليفون عشان اخلص الجوازه الاول وبعدين ابقى افتحه وفوق لهم. طيب واللي هو انت كنت بتعمل ايه بالظبط في السي دي؟ فضايا. يا عمي ده هو ده يعني اللي يهمك؟ هو ده اللي همك في الموضوع؟ بقول لك في مصيبة والله العظيم في مصيبة. خلاص خلاص لقيت لك الحل. والنبي عارف لو السجيلة وقفت العروسة فلا الله ولا فعلك يا أخي. حرام عليك يا أخي حرام عليك يا أخي. أنا أصلا ركبي سايبة مخبطة في بعضها مش عارف أنام. ده غير ابن عمها اللي مش عارف راخر يعمل فيها إيه ده. لا عيني عليك يا عمر يا ابن أخويا. آه ده أنت مقفلة معاك زي الضمنة أوي. عارف التوتر اللي أنت فيه ده؟ ده لوحده توبة. خير الله ولا فعلك يا أخي. خير الله ولا فعلك. يا رب يكونوا عرفوا يوصلوا لحاجة. هما مين؟ كنافة إيه؟ ده في المهلبية. مهلبية وحشاني يا ندلة. خلاص عملها دكتور عمر وخطفك مننا ولا إيه؟ تخيلي كان يوم جميل قوي قوي قوي. هو صح ابتدى بقلق بس خرص على حاجة حلوة ما كنتش عارفاها خالص. اوعي تقولي إن ابن عمك عمل حاجة؟ عمل حاجة؟ ده عمل بلاوي سودة. بتهرجي؟ عمل ايه؟ فضل فين الحاجة الساعة يا ابني حلاوة عروستنا؟ نعم. انت يا ابني رحت فين؟ فين السياقة بقولك؟ حاضر. يلا بسرعة. فضل استنى. هو انت زعلان من حاجة؟ ابدا يا استاذة. ده احنا حتى يعني المفروض نبقى كلنا فرحانين لك. عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا. انا بحبك قوي. ايوه بحبك قوي زي اخويا الصغير بالظبط. وانا كمان بحبك قوي زي اختي. مش عايزه اي حاجه تعكر الاحساس الحلو ده بينا. ماشي ماشي. راح اجيب السلاح. ماشي. 15 راحت. يا ولية تعال يا ولية تعال. والله العظيم ارمي عليك اليمين. اوعدني ده هو. الحقوني يا ناس الحقوني يا خالد الحقوني يا دكتور. هتقول لي دكتور كمان؟ والله العظيم بقول لك ايه انت ما تسخنش قوي كده. الحقني يا عم الراجل ده عايز يوديني للدايه تولدني. مفتري عايز يموتني. دايه ايه بس يا سيدنا؟ ما توديها المستشفى. لا مستشفى لا. مرتي ما تتكشفش على حد. حد مين يا عم الحاج؟ ما الناس كلها بتروح المستشفى عادي يعني. مرتي ما تتكشفش على راجل واصل. راجل ايه؟ دول دكاتره. ولو مرتي ما تتكشفش على حد والدايه هي اللي تولدها. يا عم صلي على النبي كده واهدى وروى بس. صلي على النبي. طب ايه رايك توديها عند دكتوره؟ بلاش دكتور. ايه وانا ايش ضمني؟ ما يمكن عندها تمرجي ولا واحد بيشتغل عندها. ما بقول لك ايه الدايه هي اللي تولدي. لو شنكتني الدايه مش هتلمسني ابدا. والله لو ما مشيتي معايا دلوقتي دي بتجي بقى بولاد. يا لهوي يا شابه في ايه؟ الحقيني يا اختي بقى ان الجرن طش. يا لهوي الحقيني يا دكتور. يا ابوك سواق. الميه نزلت فعلا يا جماعه كده الجنين ممكن يتخنق. الشنطه بسرعه صلاح. هو يا دكتور نشيلها تولدها على النصبه. ما ينفعش تتحرك من هنا خالص. اجيب لك ميه مغليه. ميه مغليه ليه؟ هتسلق الجنين مثلا؟ ازاي يعني؟ ايه الغباوه دي؟ استرنا يا حاج. تعمل ايه؟ استر يا ابني استر. يا ربي حط ملايات. حط ماشي ملايات. حط يا ابني ليه؟ اقفل يا ابني هنا. يا
وين؟ فين الدكتور؟ فوت العمليات. برا. نطارة نطارة نطارة. مايا 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 فوت 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 يا ابني ده فوت تضيفه فوت تضيفه فوت فوت يا حاجة خدي نفسك عرق 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 بس 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 زغروطة ولد ولد بقول لك يا برزرز نعم يا روح برزرز ولا فندي ده فاكرنا عيال هق فنجرية بق حت امك لكون مسنجفك عسيت وراه عرفت بيعمل ايه كان متداري في حته كده حبتين وظهر ولا لسه المحروس ظهر وناوي يتأهل بس انا بقى ناويله على نيه ناوي تعمل ايه ولا حاجه نبعت السنين للعروسه تتفرج وكمان تتعلم يا سلام نبعت سديدي العروسه وهنكسب ايه يا خفيف ما هو كده يبقى الورق يتحرق قصدك يا برزرز اقول لك انا الورق اما ينكشف يتحرق ساعتها نبل ونشرب ميته وهو يا اخويا ما عندوش اللي يبكي عليه الله الله والله كبرت يا باريزه ايه الدماغ السم دي يا بت تلمستك يا بص طب قولي لي بقى بتحكي في ايه تعالى اما اقول لك قولي يا اختي انت مش عاوز تسويها على الجنبين وتلهف منه القرشين وتبقى قضيت وتبارك الله في ما رزق هو بعينه ومش بتقول يا اخويا ان هو هيتاهل تمام خلاص سيبهولي انا بقى العبهولك على الشناكل واسلمهولك كتاب تغلفه ولا تجلده ان شاء الله حتى تخرمه العمليه خلصت اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ولد زي القمر ودي ودي مرتب في التفكر يا راجل انت دايا لسه حد بيفكر في دايا ده انت راجل راجع بصحيح مبروك يا معلم اللي جابلك يخليلك يتربى في عزك يا رب ربنا يخليك يا رب شاكرين وهتسمي المولود ايه يا معلم هسميه عمر على اسم الابطال يا حبيبي يا معلم الف مبروك يا حبيبي ربنا يكرمك يخليك لي ويخليه ليك ان شاء الله ويخليك لينا يا ابطال ربنا يحفظك يا رب معلم وادي اول نقطه للكابتن عمر ده واجب علينا يا ابطال تقولش كده مفيش واجب بين الاهل ايه جاي للدكتور ربنا جعله سبب ينقذ مراتك ربنا يخليك ويخلي الابطال يا رب كنت عايز مراتك ما تتكشفش على راجل هي كشفت على مصر كلها تبنا الى الله الحال يا دكتور الشنطة صلاح تمام يا دكتور كل شيء جاهز أمنت على الكل الدنيا زي الفل وصاحبك كالعادة ما بيجيش والدكتورة صفوة غرقانة في بحر من العسل طب ودفتر الحضور كله تمام الحالة أصلا ما تأيدتش أوضة العمليات جاهزة ودكتور التخدير وصل والبنت فين بنحضرها للعمليات والراجل اللي كان جاي مع البنت دفع مقدم وكاش كان عاوز يدفع بالفيزا بس انا والله كنت هضربه فيزا عايز يودينا في داهيه الراجل ده ولا ايه ده راجل غشيم المهم انه دفع طيب يلا توكلنا على الله
يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اتفضل اتفضل. الله يبارك فيك دكتور غازي. الف مبروك يا مدام، اكتفينا. الله يبارك فيك. ميرسي ميرسي حبيبتي. ميرسي يا دكتوره. ميرسي والف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. عقبالك. عقبالي ده ايه يا مدام؟ انت ما تعرفيش ان انا وغازي اتجوزنا؟ اتجوزتوا ازاي يعني؟ قصدي ما حدش قال لنا، يعني ما حدش ادانا خبر. غريبه، مع ان عمر حاضر مع خطيبته. تلاقيني نسي بقى، ما انت عارفه عمر لما يحب ينسى الدنيا وما فيها. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. اتفضل. جرى يا ست تشينا، انت واقفه هنا وسايبه المعزيم؟ خليكي انت هنا واقفه مكاني، هطلع اجيب حاجه من فوق. جاي مالك؟ طيب في ايه؟ هي مالها تينا؟ فيها حاجة مش مظبوطة؟ في حاجة؟ بينها تعبت من الوقفة بس. أقولك على سر، قولي. واحدة من صحاب العروسة قالت لي إنها طلعت تغير هدومها وتلبس بدلة رقص، وقالت لي ما تقوليش لحد عشان حملها مفاجأة. موت في مفاجأتي. هو أنت حلوة كده في أي حاجة؟ توب بدوي، فستان فرح، جينز مقطع، جلابية مقطعة، مشي مش قد كده. سهر إن أنا اللي مش قد. انا ده انا غلبان وبغرق في جبر ميه. يا شوف يا حمص، انت اتفضل. انا غرقان فيجي 3 4 مرات، 5 6 7 8 ده عمارد الاحضان الدفاع اللي في المستشفى. مظلوم والله، مظلوم حقيقي. انا يا دوب بقول يا حبيبي مش من مزاجك يا عمر، علشان الغلطه معايا بقى انا فوره. أسعد الله مساءكم ليديز اند جنتلمان. ناو لنا لقاء مع الغرائب والعجائب والروائع والزرايب والإثارة والمتعة مع نجمة الإذاعة والتلفزيون والمسرح ونجمة الفيسبوك والتويتر والواتساب. يعني اللي عنده كلمة حلوة يبعتها لنا على تويتر، واللي ما عندوش يعملها لنا بلوك على طول. مع الفكاهة، مع الضحكة، مع الابتسامة، مع خفة الظل، مع الراقصة غزال. جوه ما شفتهاش جوه؟ بنت مين يا دكتور؟ وبعدين هو ده تبانات يا قبطان؟ ده انت عريس الليله يا جدع. ركز معايا وبلاش غباوه. البت شفتها ولا ما شفتهاش؟ ما شفتهاش والله. ازاي؟ ازاي؟ انا شايفها بعيني وهي خارجه هنا. يمكن لسه جوه يا قبطان وانت مش واخد بالك ولا حاجه يعني. بقول لك شايفها، اجري دور عليها. لبي عليها الفرح، امشي من هنا. حاضر. وانا ادور هنا. اشوفها هنا ولا هنا؟ دي كمان كان انت كمان عزمت نفسي يا اخي. مره من نفسي كل مره تعمل فرحك سكتي ما تقوليش. اف انا مش فايق لك، مش فايق لك خالص. من فضلك لو سمحت. لا مش فضلك ولا من فضلك. من فضلك انت اسمعني، انا جاي اقول لك الدكتور عمر كلمتين وماشي على طول. انجزي، ده وقت نتكلم فيه، ده وقت نتكلم فيه. بقول لك ايه، اقولهم مبروك. شكرا. ممكن بقى ناجل كلامنا لوقت تاني؟ تاني يوم بقى ما فيهاش تاجل خالص، عشان هو كل ما بيتاجل كل ما المشكله بتكبر. مشكلة ايه؟ هو انت فرحك كان يوم ايه؟ فرحي؟ اني فرح فيهم؟ ان انت صحيت لقيت نفسك عندي في الجمعة ولا السبت؟ كان السبت. ماله مش فاهم عايز توصلي ليه؟ يوم الجمعة اللي كان بتوينهم ده راح فين؟ اللي ضاع نصه عندي. مش فاهم، مش فاهم عايز توصلي انجزي. طول الليل انت قضيته عندي صح ولا مش صح؟ وانت عارف ايه اللي حصل ولا عامل نفسك مستعبط ومش عارف؟ اه انت جاي. انا فهمت، انا فهمت. انت جاي تشغلي الثلاجه هنا بالبرود والسوايه. يلا بنت مش من هنا، مش فاضيلك. عمر. نعم. انا حامل. من مين؟ مالك جرى لك ايه؟ اتلبشت ليه لما شفتيه داخل بيها؟
اتكهربتي ليه لما عرفت انه اتجوز؟ هو كان قالك حاجة ولا حتى لمحلك؟ لا لمحلي، طبطب عليا بحنية ليها معنى، ما قالهاش بلسانه بس قلبه شاور وقلبي حس. ضغط الدم لما بيرتفع القولون بيشتغل، وانت مش هينفع تقعي دلوقتي خالص، لازم تبقي واقفة وصلبة طولك زي ما عودت اللي حواليكي على كده. انت اللي زيك لو وقع الكل يكشف. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج الام القولون بشكل هايل، بس فقلت اجيبهولك. طب ما كنت اديته لعمر اخويا؟ طب ما يمكن انا عايز اطمن عليك. لم اللي باقي منك وتكني جواكي، لحد امتى هتفضلي تخبي وتخبي معاك كل وجع بتحس بيه؟ لحد امتى كل حاجه شبه اي حاجه وفي الاخر طعم مر؟ فوقي فوقي، اكتفينا، مش كل اللي تحسي تصدق. مالك شكلك متغير من ساعة ما دخلنا؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة يعني انت كنت كويسة؟ بعدين مش وقته. هو ايه اللي مش وقته؟ بتتكلمي يا صفوة في ايه؟ غازي من فضلك، احنا في وسط ناس. قلت لك مفيش حاجة، يا اما تسكت يا اما نمشي. نمشي؟ واحنا لحقنا نقعد؟ خلاص يبقى تسكت لو سمحت. ايه يا تينا؟ كنت فين كل ده؟ بقالي صعب ادور عليكي. ولا حاجه، كنت فوق في اوضتي كده بعمل حاجه ونزلت. قولي لي بس طمنيني، هو عمر راح فين؟ يعني هيكون راح فين؟ اختفى مره واحده ومحدش يعرف راح فين، وعروسته قاعده هتشيط لوحدها. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب وعمنا، عمنا العزيز فين؟ يعني هيكون فين؟ دوري عليه كده في اي شله بنات هتلاقيه قاعد وسطيهم. بالدور يا بنات، حاطط كتير في بناتكم كلكم. انتوا قاعدين غلط. احنا زي العسل يا حبيبتي. انت لسه شفت حاجه يا عزه؟ انت بتظبط الله يهضمك يا اختي. انت دنجوان بقى واحنا ما نعرفش. ده انا قديم قوي. يعني عمر بقى مش جاي من بره؟ لا تلميذي. دي واحده اسكيوز مي جاي لكم. انت مش واخد بالك ان عمر مش قاعد في الكوشه؟ فين عمر؟ انا كنت مشغول، انت عارفه والحقيقه مشغوليات كتيره. مشغوليات ايه بس يا عم؟ مشغوليات ايه؟ عمر فين؟ عمر فين؟ انا شايفه وهو بيتسحب وماشي من هناك. بيتسحب وماشي من هناك؟ ماشي من هناك فين؟ دي عروسته خلاص هتطفش، هتمشي، هتجري من الكوشه. الكلام ده يلا بينا، تعالوا ورايا، دي ليله ما نشتغل لها شمس. ايه ده؟ على بعض من ساعة ما شوف الرقاصة. يا بنتي تحجنيني، في عريس طبيعي يبص على الرقاصة ينفرحه؟ في عريس طبيعي يسيب عروسته بالشكل ده كل الوقت ده؟ ستي هتلاقيه رايح هنا ولا ايه؟ يمكن طلع الحمام ولا حاجة. شايفاه بعيني طالع من الباب. فكري وشك شوية عشان الناس بتبص عليكي، تبين فرحتها. اضحكي اضحكي. ماشي يا عمر، ماشي ماشي. والله انت اللي ابتديت ولحست كلامك، مع اني جيت لك دغري من غير ما طبقت. كان لازم يعني اعمل لك كمين وتص فيا منين ما تروح؟ جاي لي ليلة فرحي وعايزة تفضحيني؟ انا افضحك بردك؟ انا لو ناوية على الفضايح ما كنتش لميت الدور من الاول واديتك شرف المشاهدة الاولى. وطي صوتك، انا لو على الفلوس اديها لك، لكن انا اضمن منين؟ اضمن منين ان مش كل شوية هيطلع لي كوبي كأي اخويا؟ نسخة تانية يعني. والله انت ونصيبك بقى، لو شدتك من نافوخي تبقى لنا خلصت ومش هتشوف وشي تاني. يا رب. انما بقى لو عشعشت هنا، عشعشت هتلاقيني واخداها حلوانه في سلوانه ونطلق في كل مكان ان شاء الله في اوضه النوم، وقايل لي ساعه كده بينك وبين العروسه. انت مجنونه يا بت، مجنونه. وبيني وبين المورستان فركه كعب، ها هتدفع ولا لا؟ يا دكتور، يا قبطان، يا دكتور. هدفع هدفع هدفع، بس دلوقتي غوري من هنا، غوري من هنا، هدفع هدفع هدفع. يلا انت بس. يلا يا ماما، يلا يلا بلبس الاعدام اللي انت لابساه ده. اهلا صلاح. انت فين؟ ده الدنيا مقلوبة عليك. انا كنت بتابع حركة النباتات. تعال. ايش بيك يا ماما؟ ما فيش اي حاجة يا بابا. هيكون في ايه يعني؟ شكلك مش على بعضك. وهنا عريسك يا بنت، طمني قلبي.
مش عارفه اقول لك ايه صراحه. انا اطمني يا شيخ عرفان اطمنه. عمر بس جات له دوخه وطلع اوضته فوق ويغسل وشه ونزل على طول. دايخ انا هطلع اشوف. على فكره في حاجه غريبه بتحصل. ما انت عارف عمر ليلته دايما بتختم بمفاجآت. طب انا هقوم اسال اخته كده افهم ايه اللي حصل. هو مفيش غير اخته تسالها؟ هنيجي بقى على الاخر ونخيب. ما تكبري بقى غازي. عشان تفوق. جرى ايه يا عمر؟ معلش يا حبيبي يمكن يكون اعصابي هي المشدوده. كفايه حبايه واحده احسن المهدئات دي مش كويسه. ولا الظاهر الرقاصه قلبت عليك كتير. رقاصه؟ رقاصتي انا ما خدش بالي. هو في رقاصه تحت؟ انت مش مركز بقى يا حبيبي. طب يلا بقى احسن. شكلي بقى وحش قوي قدام الناس وبابا بدا يسال. حاضر حاضر يا حبيبتي وراكي على طول. ما تتاخرش. يلا حبيبتي وراكي وراكي. من المصايب ما بتهل بتهل بالجمله. والله انت قلبك ميت. انت جايبانا هنا في ليله زي دي؟ اهدي شويه. ده انت هتشوف ليله النهارده ليله من الف ليله وليله. اهلا 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 يا عم حافظ. لا لا لك يا عم حافظ كده ازعل. عمو ايه؟ انا عايز حافظ من غير حاف. من غير حاف قصدي من غير عمو. المهم خشوا في الموضوع. نخش يا استاذ. ما نخشش ليه؟ نخش برجلينا اليمين كمان. يلا يا ريس. اليمين بالشمال. انا الاثنين مغروزين في الواحد. يلا يا ريس. طول عمري بقول عليك تقيل. ياه يا ودي يا تقيل يا ودي. هنا ده انا مش قادره اصدق شكل الدكتور عمر مش طبيعي. عمر ايه وليله ايه؟ شايفه بيعمل ايه يا اختي؟ دي ليله العمر. سيبيه زقطت بقى. يزقطت ايه؟ انا مش عارفه ايه لزوم الشرب اللي شربه ده. دي حاجه اخر زفت. ما كان ربنا تبعه. ايه يا ولد؟ حدرجة بدرجة من كل عين درجة من كل عين مدورة ومن كل نفس معفرة بالفلفل والكزبرة. أشتتن أشتوت أشتتن أشتوت. يا رب اللي يكرهك يطق يموت وياخد بالشلوت إن كان حتى في بطن الحوت. اللهم صلي عليك يا نبي. اللهم صلي على النبي. قمر نايم يا أخوتي قمر. كح كح واجلي صدرك من سمهم. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ ببخر يا أختي عشان ربنا يفك كربه. اطلعي بره بره. اطلعي بره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وايه اللي حصل لمار؟ ايوه يا حبيبي لمار قاعد هنا على الكرسي من ليله امبارح. فكان ربنا تابع عليك من الشرب. قعدت تديها وتشرب لحد ما وقعت. شرب؟ 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 شرب ايه ده؟ شرب ايه؟ انا اعرف يا اخويا؟ شرب؟ خلاص بقى قوم بقى كده بقى وفوق وغير هدومك. عوض عروستك ليله امبارح. ليله امبارح؟ اعوض ليله؟ متأكدين لك ليلة امبارح ولا لا لا متأكدين انها كانت ليلة امبارح. مش ولا خالص. مش ولا هي ولا ده ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ولا ده ايه؟ ده ايه اصلا؟ بقول لك ايه بقى، انت تقومي تاخدي شاور كده وتغيري هدومك واديك اطمنتي عليه بقى زي الفل. يا حبيبتي يلا يلا يا حبيبتي. انا كمان عامله لك لقمه ترم عظمك بيها. انا فعلا محتاجه اخد شاور عشان الحق اغير الفستان قبل ما يجي حد يشوفني بيه. وانت يا حبيبي مش عايز تعمل شاور كمان؟ لا اعمل لازم أعمل. ايوه كلنا هنعمل شاور. وانت كمان لازم تعمل شاور. لازم. تعالي يا حبيبتي تعالي اتفضلي للشاور. انا وراك اهو. اتفضلي يا حبيبتي. انا وراك. انت رايح فين؟ انت ايه اللي انت عملته امبارح ده؟ فضحتنا. عملت ايه؟ يعني انت مش فاكر انت عملت ايه؟ ده انت قعدت ترقص وتشرب. انا ارقص واشرب؟ انت امال انا؟ وبعدين ايه بقى الحركه اللي انت بتعملها دي؟ ما فهمتهاش.
ايوه هي كانت قاعده مولعه وبتغلي وبتطلع شياط، وبعدين يعني بصراحه كان ليها حق، اصل انت اكيد في الاخر ورقصت مع حته مزتين، انما ايه نقيوة بالنبي بجد والله العظيم الاتنين مع بعض. ايوه وفين هما دلوقتي؟ انت فين ولا في ايه دلوقتي ما تشوف المصيبه اللي انت فيها دي؟ الموزس فين؟ طيب جامدين قوي يا رب. بس خلاص تبنا الى الله. استرها علينا يا رب. يا دي الفضايح، عايزه تقول عليك ايه؟ كنت خايف من الدخله ولما يجوا اهلها نقول لهم ايه؟ كانت بخمه على البيت بصراحه. شكلك بقى وحش قوي. اجيب البخور يا هوانم. هوانم ايه يا بنت انت دي؟ تحترمي نفسك. هوانم ايه؟ عجبك كده؟ معقول يا ربي؟ بقى ده بقى اللي قلبك عليا من امبارح؟ عايز تفهمني انك مش واخد بالك؟ خد بالي من ايه؟ اكتفينا دي زي اختي. بعدين اذا كنت اهتميت بيها شويه فده عشان خاطر عمر مش اكتر. بس هي مش باصه للموضوع كده. بصله ازاي ان شاء الله؟ انت ما شفتش وشها اتغير ازاي اول ما عرفت اننا اتجوزنا؟ دي اختفت من الفرح كله، ولما ظهرت ما كانتش طايقه تتكلم معاك كلمتين على بعض. لا انت الظاهر جرى لمخك حاجه. بالعكس انا لسه في كامل قوايا العقليه، بس يوم ما تلعب معايا لعبه زي دي هتشوف جنان اصلي عمرك ما شفته قبل كده. مش فاهم ايه لازمته كل ده؟ هي كانت قدامي قبلك، ما لو كنت عايزه اتجوزها كنت اتجوزتها، كان ايه اللي هيمنعني يعني؟ يمكن ظروفك اللي اتلخبطت فجاه. تعيرينا يا صفوة؟ أنا ما أقصدش طبعاً، كلمة وطلعت غلط. غلط بقى ولا صح، مهم إنها طلعت. غازي صدقني أنا ما كنتش أقصد. عايز أقولك على حاجة واحدة، أنا حبيتك بجد، ده اللي خلاني أستناكي وأنت مع غيري، افضل وراك لغايه ما تنسيه، ده اللي خلاني احارب عشان نتجوز في عز ما كنت مزنوق وظروفي صعبه، قبلت على نفسي حاجات ما كانش ينفع ان انا اقبلها. تهيالي اللي يعمل كل ده عشان خاطر واحده صعب قوي ان يبص لغيرها. غازي غازي يخرب عقلك، ده انا صدقتك يا راجل. ما لو ما صدقتنيش ما بقاش غازي يا ابن الذين. طول عمرك معلم يا غازي، عامل زي الحيه تلبد وتستخبى وتروح مغير جلدك وفجاه تروح طالع وهوب، ساعتها ما حدش بيسلم من سمك. ادينا بناكل عيش يا دكتور. بمناسبه العيش صحيح، اخبار العيش بتاعنا ايه؟ هانت، التخطيط اللي في دماغي وصل لاخر نقطه وهتشوف نتيجه ما كنتش تحلم بيها. شوقتني. في ايه يا مرتضى؟ داخل هاجم كده. طيب اجي لحضرتك وقت تاني. لا لا خليك يا دكتور، انا كده كده عندي مرور. طيب اوكي، انا هخلص لك موضوع الاجازه ان شاء الله. حياتك بقى ما تنسى، انت عارف انا عريس جديد. لا طم، عن اذنكم. مع السلامه يا دكتور. تعال. الراجل بتاع المشكلة إياها وصل بره ودخلته العيادة؟ من غير أي بيانات وقاعد مستني. تمام. امشي بسرعة شوية، شهلي، حطي الحاجة هنا. حطي جنبك. أيوة حطيه هنا، حطيه. هات هات. أيوة كده، يلا ألف هنا وشفا. كل يا حبيبي، كل الجمبري حلو وشوربة السيفو دي هترد لك العظم. يلا لو ايه تخليك تنور في الليالي السودة. تحب اقشره لك يا حبيبي؟ احسن القشر يعورك وانت مش ناقص. انا متهيألي ان شاء الله لما تروحوا السفرية دي بتاعت شهر العسل اللي هتروحوها في الجزيرة دي، ان شاء الله بإذن الله مودكم هيتغير خالص، وربنا يا فيكم شر حسد اذا حسد. انت عارفة هتركبوا عجل كمان. لما تركبوا عجل بقى الدم يجري في العروق وانت البحر بقى ايه منعشه، تخلي الواحد جسمه يبقى فريش كده خالص، تغير بقى ايه بقى الشمس تدخل تفتح
المسام فتح المسام بقى قال واحد حديد عوده صلب حديد يا عم في في مصيبه بقى لا تطلع برد ونقضيها كام كامه ونكش كده على بعضنا ونرجع وظهرنا محمي. كل يا حبيبي كل كل. الو ايوه انا مين؟ لحظه واحده لحظه الشاري الجمبري كله. ايوه ايوه. لا هتهرب ليه يعني؟ ههرب من ايه؟ لا طبعا. ايوه اه حاضر حاضر ماشي حاضر كمان ساعتين بالظبط هكون جاهز. بتكلم مين يا عمر؟ ها مش قلتلك ادي اول دفعه نستلمها. وانا ان شاء الله نصيبي هيكون كام بقى؟ عيب يا بت النص بالنص 50-50. انا حرامي اه بس مش نصاب واحب الحق يروح لاصحابه. مش مطمنه لك يا خلوصي. يا نهار ابيض هنا هتزعلينا يا برازرز واجيب الواد فلانك معايا يزعل كمان. ما انت جربتيني قبل كده يا بت عمري كلت عرقك. اه كتير. طب اديكي قلتيها اهو عيب بقى يا خلوصي. انا لسه حج من الخرابه دي بقى. يا بت هتقبي وتلم القشطه على الوش وكمان تعمليها سندوتش. بس انت ركزي مع امي يعني. عارف يا خلوص انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اختي؟ نفسي ابص لروحي بقى اشيل كلخ الايام وانحل وسخت البشر واشب برجلي لفوق واطول كل حاجه نفسي فيها. الله صدقها بنت جسمها اشعر. هيحصل هيحصل والنهارده اللي هناخده ده دي دفعه اولى وكمان هكبره يمضي الدفعه الثانيه. النهارده؟ طب آه. طب ازاي؟ قلت لي ازاي؟ فولو مي. اتس اوكي. يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ انت قلت لك بقى قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني لان يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن حالهم ايه يا عمر؟ الجوله البت دي بقى ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله تصدقتي كلامه عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني بقى شويه تعب كده ظرف يعني انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما عارف ما انت قلتي لي يا ماما وفي ما تصلي على النبي. ان شاء الله ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر وهحضر لك فيها شويه مفاجات. ما بلاش المفاجات اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 لا, لا. دي مفاجات تانية خالص خالص. المهم انا ايه همشي ومش هتأخر مش هتأخر عايز ارجع عليكي جاهزة سخني كده وجيت ريدي يعني. احبك. انا بحبك يا عمر. دمنا الى الله. لازم اروح اديهم فلوس. وبعدين المشكله كده ما اتحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنها وما ينفعش اسيبهم يهددوني وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. كنت ناوي تروح لوحدك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى عشان لو حصل لك حاجه اقدر اتصرف. اصيل يا عمر الاصاله دي حاجه في دمي. طبعا بتشد ايدي وتشكر. بدهيلك ضاع ده حاجه في دمي. انا هروح بقى ولو حصل حاجة هبقى اطلبك في التليفون. بس بقول لك ايه؟ أمانة عليك ما تجيبش سيرتي. لا أصيل أصيل ما بتهزرش يعني. عمر عمي إيه يا أصيل؟ قررت تيجي معايا؟ هتعمل إيه مع البنت التانية؟ هعمل إيه يعني؟ خايف أكلمها طبعًا. لا أنا بقول يعني لغيها. لغيها يمكن محتاجة.
محتاجه طقم حنيه. لا 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 لا، تبنى الى الله. اطمن خالص، الحكايه بسيطه جدا، مش محتاجه غير شويه مصاريف. ان كان على الفلوس ما يهمكش، عمرنا ما هنختلف، بس قول لي هيحصل ازاي. احنا جربنا كذا مره الحقن المجهري ده وما نفعش. المره دي هينجح وان شاء الله ولي العهد هيشرف. يا رب يا دكتور. لا علمكم بقى، دكتور عوني ما بيقبلش اي حاله الا اذا كان متاكد من نسبه النجاح فيها. مش معقول يعني هيغامر باسمه على اخر الزمن. احنا سالنا كتير، ولاد الحلال دلونا عليه. وعشان انت كمان راجل ابن حلال وراجل طيب، ربنا وقعك في سكتي. وانا كمان ابن حلال اللي حضرت قعدت ناس زيكم. بس انا خايفه قوي يا دكتور. ما هي عشان خايفه قوي يا دكتور دي، احنا مش هنعمل العمليه غير والمستشفى هاديه خالص. احسن وقت للعمليه يا دكتور يكون بالليل. بالظبط اهو يا ستي، ابسطي، مش هنصحيكي بدري. ربنا يخليك يا دكتور. انت مالي ايدك يا دكتور عوني؟ لا احنا ما دام اتفقنا على الفلوس يبقى انا مالي ايدي ونص. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ دكتور صفو انت خنطتيني. انت قول ازاي تقفي وتستنطي كده؟ تعالي بس يا دكتورة تعالي. تعالي هنا انت يا دكتورة، دي مصيبة، انا كنت لسه هجيلك عشان اقولك. مصيبة ايه؟ ما تتكلمي. الدكتور عوني والدكتور مرتضى. مالا تعالي كده يا دكتورة احسن يشوفونا. انت شايفه الراجل والست دول؟ ايوه مالهم بقى؟ دول كشف وما تقيدش في الدفاتر، ووراهم حاجه كده انا لسه مش عارفاها. انا مش فاهمه انت بتتكلمي في ايه. يا دكتوره من يومين انا كنت نبطشيه وشفت حاجه كده ما كنتش اتوقعها. شفتي ايه؟ وانتوا بقى بتعملوا ايه في مقر الحمله؟ بتعملوا تشاتنج على الفيسبوك ولا بتلعبوا المزرعه؟ ازاي خبر زي ده يعدي من تحت ايديكم؟ انا عايزه كل صغيره وكبيره تخص الخبر ده. ما الحكايه دي لو بصحيح هتغلوش وتخلي الناس تنسى موضوع عفه وتركز فيه. ما هو لما يبقى شيخ وعليه قضيه زي دي تبقى فضيحه طبعا. شطارتنا بقى ان احنا نستغل الموضوع ده في برنامجنا الانتخابي. تمام، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. اعمل كده وابقى كلمني. يلا باي باي. اديني بحاول الم ورا بلاويك اللي هتودينا في داهيه. تصدقي لما يكون عامل فيها شيخ ومتدين وعليه قضيه زي دي؟ لا وقضيه ايه بقى؟ مش هحكي لك. من فضلك يا مامي انا مش عايزه اعرف اي حاجه. انت ازاي بتكلميني كده؟ علشان انت مش قادره تفهميني ولا تستوعبي ان انا مش عايزه اكون طرف في اي حاجه تخصكم. مالك بقيتي عصبيه اليومين دول كده؟ والله كويس ان انت ملاحظه حاجه تخصني. عيب يا حبيبتي، انا مامتك، يعني اكتر واحده في الدنيا تحس بيكي وتفهمك. وانت شايفه ان ده حصل؟ وما يحصلش ليه؟ علشان عمره ما حصل ولا هيحصل. يا مامي انت عمرك ما فهمتيني ولا حسيتي بيا. تقدري تقولي انا بالنسبه لك ايه؟ انا اقول لك، انا بالنسبه لك عامله زي مجوهراتك دي بالظبط، غاليه عليكي طبعا انا عارفه، بس بتلبسيها في المناسبات بس، غير كده بقى حطاني جوه علبه ورمياني في دولاب مقفول، مش كده؟ على فكره انت سايكو، معقده نفسيا. ايه التفكير والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بالعكس انا حررت نفسي منك تماما وقدرت اخرج من العلبه اللي جوه الدولاب، وكمان قدرت اعيش وابقى نفسي. عارفه يا ميار هانم، انت وكل اللي رموني وضحكوا عليا هيشوفوا مني كتير كتير قوي. مجنوناتي ولا ايه؟ هاي يا ماير هاني. صدقت المرة.
المره دي وجيت في ميعادك وجاهز بالامانه. بس انا يعني ليا كلمتين. ما بتدي صعبت ايدي. ايدي سيبي ايدي. انا مش صيده هتقشريها بمزاجك. انا ساعه الجد بقلع توب الدكتوره والبس توب اللي يليق باللي معايا. هتكسر ايدي سيبي ايدي. اقسم دماغك. مش عيب يا دكتوره تمد ايدك على حرمه. انتوا مين؟ نزل سلاحك واقول لك احنا مين. بقى هي دي اللعبة، هي تجيبني وتسلمني ليكم. اتحرك بعد ما نمشي كلنا كده بخمس دقايق، ده اللي حلو بقى. واديني الخزنة اللي في سلاحك جدع. يلا بينا يا رجالة. في ايه؟ في نسخ تانية؟ ما عنديش أوامر أقول لك على حاجة. يلا بينا يا رجالة. سلام يا دكتورة. الله، انت ايه اللي جابك؟ اقول لك ايه اللي جابني؟ لقيت نفسي قريبه منك وشفت صورتك فقلت اجي اسلم عليك. ودخلت ازاي؟ والناس اللي بره دول هتسابوك ازاي بس؟ الناس اللي بره دول مش دريانين بحاجه اصلا، مشغولين جدا. انت خطر. من ناحيه خطر فانا خطر. اقول لك، عارف انا عامله زي ايه؟ عامله زي سلك الكهرباء، ممكن يموت وممكن يدور. المهم ازاي تعرف تتعامل معاه؟ مع اني قلقان من طريقه دخولك حياتي، ومع انك ممكن قوي تبقي كمين بعتولي واحد من المنافسين بتوعي، الا اني مش قادر غير اني اعمل لك مساحه كبيره قد كده عشان تخشي منها. عارف انت مش عارف تعمل حاجه غير كده ليه؟ ليه؟ عشان انت متاكد ان انا مش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. ما هو يعني مش معقول اخت الدكتور عمر النواوي هتبقى مرشده الناس مرشحه نفسها. امال انت ايه؟ انا واحده شافتك عجبتها قربت منك بس كده. مع كل فرق السن اللي بيننا ده؟ مع كل فرق السن اللي بيننا ده. ايه رايك بقى؟ ايه الله، ايه الحلاوه دي؟ انا مش قد الجمال ده. يا سلام، ايه الحلاوه دي بجد يا عمر؟ انت شايفني حلوه كده؟ انا مش شايف غيرك اصلا. امال ليه بتبعد عني؟ مش عايز تقرب. تبعد فين؟ وانا بقرب اهو. قصدش كده، اقصد اني يعني. لا 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 لا، ده التاني ده كان ظرف وراح لخياله. خلاص انسي انسي انسي. احلف دلوقتي. خليني في دلوقتي. ايوه انتي عارفه انه انا رايي ان احنا ما نضيعش ولا ثانيه بقى، نخش في الموضوع على طول. مش كده؟ عارفه ان دي اول مره، اول مره، اول مره احس الاحساس ده. هتصدقني لو قلت لك انك اول احساس في حياتي؟ بجد؟ بجد. طب احنا بنضيع وقت ليه؟ يلا بينا. اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان مرض اكتر. يلا يلا. نسيت نسيت اقفل الجرس. طب معلش يا حبيبي، يمكن حاجه مهمه ولا حاجه. اه طيب خليك انت. الو، ايوه، ايه ازاي يعني؟ زي اي واحده حامل. مش عيب يا دكتور انت تسال سؤال زي ده. بقول لك نفسي في سوشي.
ولا انت بقى عايز ابنك يطلع له عصايتين في عينيه؟ ده كلام يتقال برضه دلوقتي؟ ايوه ازاي يعني؟ انت مش عارف مين عصايتين ازاي يعني ازاي؟ طب انا هقول لك حاجه احلى، ايه رايك اجي اخدك وننزل ناكل سوا زي زمان بره؟ ايه؟ عمر يا حبيبي انت ساكت ليه؟ ازاي؟ اوعى تكون مزنوق. لو مزنوق مش مشكلة، اهم حاجة ابنك. انا مش سامع حاجة اصلا. ايه؟ انا هحط التليفون على بطني علشان تسمع ابنك، هو بيقول لك يا بابي عايز سوشي. مش هينفع دلوقتي، بعدين، بكرة. دلوقتي مستحيل. سامع؟ بقول بعدين. عمر انت رحت فين يا حبيبي؟ ارحموني بقى ارحموني. الو الخط بيقطع، الخط بيقطع بيقطع بيقطع. الو 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 يا ساتر، ايه ده؟ ستات بتتدلع. ومين دي بقى يا بيبي اللي واخدة عليك لدرجة انها تتدلع عليك في وقت زي ده؟ دي 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 لا دي مريضة أصلا ومعروفة من زمان. معروفة؟ معرفة يعني. المهم سيبك، احنا كنا بنقول ايه؟ أيوة، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رد يا بيبي، لا تكون واحدة معروفة ولا معرفة من زمان. بصي بقى احنا نقفله أحسن، احنا نروح قافلينه. الحاجة يا ست هانم! صدق الله العظيم، في ايه يا مغاوري؟ يا ست هانم! في ايه؟ حاسب هتقع! الحمد لله يا ست، الأستاذ حافظ! ماله؟ الراجل الكبارة الكمل! حصل ايه؟ ما بيحرمش يا ست، ما بيحرمش! جاي سكران طينة؟ لا وايه؟ معاه واحدة، إنما ايه بقى؟ استغفر الله العظيم زي القمر! استغفر الله العظيم وزي القمر، الاتنين مع بعض؟ ايه؟ أمال يعني أكدب يعني يا ست ولا ايه؟ حصل الكلام ده من امتى؟ بقاله يجي ساعة كده. وانت لسه جاي تقولي دلوقتي حالا؟ ماني كنت بتفرج عليهم الشباك لحد ما قفلوا. طبعا، وجيت تفتن عليه لما قفل الشباك، مش كده؟ ايه؟ نعم. بتقولي حاجة يا ست؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هلاقيها من مين ولا من مين يا ربي؟ التليفون كان اختبار. وانت ان شاء الله كل ما هيجيلك تليفون هتبقى كده؟ كده اللي هو ازاي يعني؟ اللي انت عامله ده. تعمليش منها قصة يعني، ما حصلش حاجة. لما انت ما بتحبنيش اتجوزتني ليه؟ مين اللي قال كده بس؟ اي واحد بيعمل اللي انت بتعمله ده يبقى ما بيحبش. انا ابتديت احس ان احنا اتسرعنا، كان لازم نعرف بعض اكتر. انا مرض دماغك راح لبعيد خالص. انت اللي رحت فين يا عمر؟ انت مش حاسس بيا خالص، مش معايا. انت خايف مني؟ خايف من ايه؟ واخاف منك ليه بس؟ امال ليه مش بتقرب مني؟ بالي مشغول شوية. مشغول بمين؟ وانا في حضنك. خش خش الحق. ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ فرح عنده جاي. ده انا مصدقت انا نايمته. وقاعدة كده ليه؟ وقاعدة كده ليه؟ وازاي نام على حجرك؟ لما يصحى يا اختي بتسأليه. ما يصحى يا اختي؟ انت يا بنت انت شفتك فين قبل كده؟ لما بسلامته يصحى يبقى يقول لك، ولو مزنوقة قوي وعايزة تعرفي اسألي اسم نبي حرص وصينه اللي جنبك ده وهو يقول لك. ايه
تعرفها يا عمر؟ تبقى تعرفها. لمار!